بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نتواصل وإياكم إن شاء الله بدءا من هذه الحلقة سلسلة في قصص الأنبياء، وهي عبرة لمن اعتبر، وتعتبر هذه القصص تاريخ البشرية منذ أن خلق الله عز وجل الإنسان إلى آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هي سلسلة لمن أراد أن يعتبر ولمن أراد أن يتفكر، وكل ما حصل للأمم السابقة سوف يحصل لهذه الأمة إن هي سلكت مسلكها، بل إن سنن الله عز وجل ثابتة، وسنن الله عز وجل الكونية لا تتغير. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. والله جل وعلا لم يترك البشر هكذا، بل أرسل إليهم الرسل، تلو الرسل، أنبياء ورسل. يبلغ عدد الأنبياء قيل 124,000 نبي، والرسل يزيدون على 300 رسلا مبشرين ومنذرين. بل إن الله عز وجل قال عنهم تترى، أي يتبع بعضهم بعضا، بدءا من آدم عليه السلام. أول إنسان خلقه الله عز وجل كان نبيا، وما كان الله عز وجل ليعذب أمة حتى يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من الأنبياء والرسل من قص الله عز وجل علينا قصته، ومنهم من لم يقص الله عز وجل علينا قصته. لما هذه القصص بالذات ولما نركز عليها؟ لأن هذه القصص مهما سمعتها ومهما قرأتها فإنك تستفيد فوائد أخرى وفوائد جمح، بل جعل الله عز وجل هذه القصص أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإن كان الناس يقصون قصصا، فإن أعظم القصص بأن تكون حقا قصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، وأعظم قصص القرآن قصص الأنبياء. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ومهما تقرأ من القرآن من قصص الأنبياء، تمر على قصة آدم وما حصل له وكيف أخرج من الجنة، تقرأ قصة إبراهيم الخليل عليه السلام وما حصل له مع قومه، تقرأ قبل هذا قصة نوح وما حدث له وكيف أغرق الله عز وجل أهل الأرض جميعا، تسمع إلى ابتلاء أيوب عليه السلام وما حصل ليونس في بطن الحوت، تقرأ الخوارق التي أعطاها الله عز وجل لنبي الله سليمان عليه السلام، وما أوتي آل داود، كيف صبر موسى على قومه وكيف عالجهم، وكيف نجاه الله عز وجل من فرعون وكيده، وما هي حوادثه مع بني إسرائيل، ما قصة عيسى عليه السلام التي اختلف فيه الناس وانقسم الناس في عيسى بن مريم إلى طوائف ثلاثة. قصص الأنبياء عبرة لمن اعتبر. لقد كان في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه القصص عبرة وموعظة ورحمة لقوم يؤمنون. إننا اليوم في حاجة إلى قراءة قصص الأنبياء مرة أخرى، وكأن التاريخ يعيد نفسه. ما الذي حدث للأنبياء مع أقوامهم؟ هل كانوا يملكون من السلاح، من العتاد، من الجيوش؟ ما كانوا يملكون إلا أعظم سلاح على وجه الأرض، إنه التوكل على الله عز وجل. إني توكلت على الله، هذا قول الأنبياء لأقوامهم. فما الذي حدث بعد هذا؟ وكيف نصرهم الله عز وجل حتى يتثبت القلب ويصبر الإنسان على ابتلائه في هذا الزمن وعلى كثرة الفتن؟
لابد أن يعيد قصص الأنبياء مرة بعد أخرى مرة بعد أخرى، يقرأها ويسمعها بتدبر. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولنبدأ وإياكم أيها الإخوة الكرام مع بداية الخلق، كيف خلق الله عز وجل الإنسان. أخبر الله عز وجل الملائكة بعد أن خلق السماوات وخلق الأرض، وأول ما خلق الله عز وجل العرش، ثم خلق الله عز وجل القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن يشاء الله عز وجل، اكتب. فبدأ الله عز وجل يخبر القلم والقلم يكتب بما أمره الله عز وجل، فجعل الله عز وجل كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. ثم خلق الله عز وجل ما خلق من الملائكة ومن خلقه، وخلق الله عز وجل الجن قبل الإنس بألفي عام، فإذا بهم في الأرض يفسدون ويسفكون الدماء، فيرسل الله عز وجل عليهم الملائكة تجلوهم وتبعدهم إلى جزائر البحور إلى الجزر. ثم أعلم الله عز وجل الملائكة أنه سيخلق بشرا، أنه جاعل في الأرض خليفة، خلق يخلف بعضه بعضا. فإذا الملائكة تسأل وتستكشف وتستفهم، تقول يا رب لما تخلق هذا الخلق؟ ليفسد في الأرض؟ ليسفك الدماء كما فعلت الجن؟ إن أردت العبادة يا رب فنحن العابدون، نحن الطائعون، نحن الذين نعصي لك أمرا. قال الله عز وجل للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون. لم يرد الله عز وجل عليهم يكذبهم، بل قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعلم الله عز وجل أن من بني آدم الذين سيخلقهم جل وعلا من بني آدم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون والعابدون والمتقون. فأوحى الله لملك من ملائكته أن يأتي من الأرض بقبضة، قبضة من تراب، فذهب الملك وجاء من كل تراب الأرض أخذ شيئا، فجاء بنو آدم هكذا، فمنهم الأبيض ومنهم الأسود ومنهم الأحمر ومنهم بين ذلك، ومنهم الخبيث ومنهم الطيب ومنهم بين ذلك. جمع الله عز وجل هذا التراب فصوره وجعله في أحسن تقويم، وذلك يوم الجمعة. خلقه الله عز وجل يوم الجمعة بعد العصر قبل المغرب، وظل على هذه الحال تراب، ثم بلل بالماء فصار طينا، ثم اشتد تماسكه فصار طينا لازبا، ثم تغيرت رائحته فصار مسنونا، ثم ظل على هذه الحال فصار كالفخار إذا ضرب ظهر له صوت، وظل على هذه الحال لم ينفخ فيه الروح لمدة أربعين عاما، أربعين سنة. أما الملائكة ففزعت، خلق طوله ستون ذراع، أجوف بأحسن تقويم وأحسن صورة، لما خلقه الله عز وجل. الملائكة فزعت. أما إبليس، إبليس كان من الجن لكنه كان في الملكوت الأعلى، لما رفعه الله عز وجل؟ الله أعلم، كان بين الملائكة ربما لعلو شأنه، ربما كان عابدا، ربما كان عالما، فرفع إلى الملكوت الأعلى وكان من الجن لكنه بين الملائكة. فمر به إبليس وبدأ الحسد يدب في قلبه والكبر والغرور، فأخذ إبليس يدخل في جوفه ويخرج من دبره، ثم يضرب على هذا الفخار فيخرج له صوتا كالصلصال، ثم يقول للملائكة لا ترهبوا لا ترهبوا، فإن ربكم صمد. وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكته، إذا أنا سلطت على هذا المخلوق لأهلكنه. ويقول للملائكة لا تخافوا، إنه إبليس، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. والله عز وجل قال للملائكة إذا نفخت فيه الروح، أول ما يستوي وينفخ فيه الروح خروا له سجدا كلكم، وخص إبليس بالأمر، يا إبليس آمرك بالسجود له إذا نفخ فيه الروح. إذ قال ربك للملائكة إني
إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وإذا الروح ينفخ في من؟ في آدم عليه السلام، بداية تاريخ البشر، بداية خلق آدم ثم بنيه. وإذا الروح يبدأ بآدم عليه السلام من رأسه، فلما وصل إلى أنفه عطس، عطس آدم عليه السلام، فقالت الملائكة، والملائكة تنظر ومجتمعة لليوم المهيب، الاحتفال الرهيب، الملائكة جالسة تنظر ما الذي يحدث وما الذي سيحصل. فقالت الملائكة يا آدم، قالت له قل الحمد لله، فقال الحمد لله. فقال الله عز وجل لآدم يرحمك ربك، يرحمك ربك. فلما وصلت الروح لا زالت الآن في رأسه، فإذا بآدم عليه السلام ينظر إلى ثمار الجنة ويشتهي ثمار الجنة، إنه آدم أبونا أبو البشر. فلما دخلت الروح في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه، عجلان إلى ثمار الجنة، فأراد أن يثب يقفز ليصل إلى أي شيء، إلى ثمار الجنة، اشتهى ثمار الجنة. خلق الإنسان من عجل. نعم، كان عجلان آدم عليه السلام أبونا أبو البشر، أراد أن يسبق إلى ثمار الجنة ليأكل منها. فلما نفخ فيه الروح قال الله عز وجل يا آدم، يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر، أي إلى الملائكة، فقل لهم السلام عليكم، فانظر ماذا يقولون لك. فمشى آدم إلى أين؟ إلى خلق عظيم، الملائكة، وقد خلقت الملائكة من نور، أما الجن فقد خلقوا من نار، أما آدم فقد خلق مما وصف لنا من تراب ثم من طين. فذهب آدم عليه السلام إلى الملائكة فقال لهم السلام عليكم، فقالت الملائكة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن الملائكة بدأت تأنس، تأنس بهذا المخلوق الجديد الذي فزعت منه، إنه الآن يسلم عليها. فزادته الملائكة، قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زادته بالسلام والدعاء. فقال الله عز وجل يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. فجاء الله عز وجل بآدم فمسح على ظهره، فإذا بذريته كلها تسقط من ظهره. الله أكبر، كل ذرية آدم عليه السلام، من آدم إلى أن تقوم الساعة. تخيلوا الآن، نحن الآن نعيش كما يقولون في زمن فيه السكان، سكان الأرض أكثر من 6 مليارات، 6 آلاف مليون، وفي كل لحظة يولد أناس ويموتون. تخيلوا من آدم إلى أن تقوم الساعة كم عدد الذرية. وإذا بآدم ينظر إليهم ويقول الله عز وجل هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. يقول الصحابة يا رسول الله يعني لما العمل إذن؟ قال اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إن عملت بعمل أهل الجنة يسرك الله عز وجل لليسرى، وإن عملت بعمل أهل النار يسرك الله عز وجل للعسرى. ثم خاطب الله عز وجل ذرية آدم قال لهم ألست بربكم؟ الآن بدأت الفطرة، لا تقول يا عبد الله لا أعلم أين ربي ومن ربي، أقول لك في قلب كل إنسان خلقه الله عز وجل الفطرة، فطرة أن له خالق معبود بحق جل وعلا، خلق السماوات وخلق الأرض وخلقك يا عبد الله. فقالت الذرية كلها قبل أن يخلقها الله عز وجل سقطت من ظهر آدم، قالت الذرية بلى، شهدنا يا رب، شهدنا أنك خالقنا. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
فإذا بالذرية كلها ذرية آدم ونحن منها يا عباد الله نشهد في الأزل أن الله عز وجل ربنا، أن الله عز وجل خالقنا، ولا عذر لإنسان أن يقول لا أعلم أن الله عز وجل خالقي. وأمرهم الله عز وجل بالسجود، فما إن رأت الملائكة آدم نفخ فيه الروح وبدأ يتحرك، إلا إذا بالملائكة كلهم يخرون سجدا تكريما وتشريفا لهذا المخلوق العظيم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ومن بين الملائكة إذا بمخلوق غريب بينهم لم يسجد، ظل قائما، ظل واقفا. من هذا الذي يتجرأ على ربه؟ من هذا الذي يتكبر على أمر الله عز وجل؟ تعرفون من؟ إنه إبليس عليه لعنة الله. إنه ليس من الملائكة بل من الجن، من مادة خبيثة، وصار طبعه خبيث، فإذا به يتكبر، وإذا به يتجبر، وإذا به يحسد هذا المخلوق الجديد. ينظر حوله، أيها الخبيث اسجد، أيها الخبيث تتكبر على أمر الله عز وجل، اسجد كما سجدت الملائكة. الملائكة أعظم منك خلقا وأعظم منك قدرة، ومع هذا سجدت طاعة لله عز وجل. أما أنت فظل قائما، ظل واقفا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. فسأله الرب جل وعلا وهو أعلم به، قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ لم لم تسجد يا إبليس؟ انظروا إلى رد الخبيث، قال لم أكن لأسجد لبشر، لست أنا الذي أسجد لبشر، أنا أعظم وأنا أعلى وأنا أكبر أن أسجد لبشر. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أرأيتم الكبر وماذا يصنع بأهله؟ إن كثيرا من الناس اليوم والعياذ بالله يتكبر على أمر الله عز وجل، يرد شرع الله، يرد حكم الله، يرد أمر الله عز وجل، لا شهوة وخطأ وزللا، بل كبرا وعنادا. وأول معصية عصي الله عز وجل بها في السماء الكبر الذي تكبر به إبليس فرد أمر الله عز وجل. ولهذا الجنة لا يدخلها رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن المتكبرين جزاؤهم جهنم والعياذ بالله. فرد الله عز وجل على إبليس، قال له، قال فاخرج منها فإنك رجيم. أخرجه الله عز وجل من هذا الملكوت الأعلى، أخرجه الله جل وعلا من الجنة، أخرجه الله عز وجل من التكريم ومن التشريف. لا يستحق متكبر أن يظل في هذا المكان. قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. سوف تلازمك اللعنة يا إبليس إلى يوم القيامة، أنت ملعون، أنت مطرود من رحمة الله عز وجل. تخيلوا يا عباد الله، أمر واحد رده إبليس فطرد من رحمة الله عز وجل، لعن بأمر الله عز وجل، كيف بالذي يرد شرع الله عز وجل كله؟ كيف بالذي يرد الأوامر أمرا بعد آخر؟ يرد الأحكام، يرد الشرائع كلها كبرا وعنادا وغرورا. أنا لا أستجيب لهذا الأمر، أنا أعلى وأنا أكبر وأنا أفضل من أن أفعل هذا. هذا والعياذ بالله، هذه نفخات إبليس، كأنهم بشر، كأنهم شياطين في صورة بشر والعياذ بالله. كم وكم من المتكبرين اليوم على أمر الله عز وجل وعلى شرعه. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وآدم عليه السلام لم يكن إنسانا جاهلا كما يصف الناس وبعض المتعالمين في هذا الزمن، ممن يقولون أن الإنسان خلق جاهلا وبدأ يتعلم شيئا فشيئا،
والإنسان الأول كما يقولون والبدائي لا يعرف شيئا من الدنيا، لا يعرف حتى التخاطب، ولا يعرف حتى التفاهم، لا يعرف كيف يأكل وماذا يلبس. كان الناس عراة أول ما خلقوا، ثم بدوا يتطورون ويتعلمون شيئا فشيئا. هؤلاء حقا هم الجاهلون، هم الأغبياء. لو قرأوا شرع الله عز وجل لعلموا أن آدم عليه السلام كان عالما، بل كان يعلم أمورا لا تعلمها الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول علم الله عز وجل آدم أسماء الذوات، كل شيء، والأفعال مكبرها ومصغرها، أسماء كل شيء علم الله عز وجل آدم عليه السلام. بل إن آدم عليه السلام كان يلبس اللباس، وآدم عليه السلام لم يكن كما يصفه الناس اليوم إنسانا بدائيا لا يعرف اللباس ولا التخاطب ولا التحدث ولا يعرف شيئا من أمور الدنيا، بل تعلم كل شيء علمه الله عز وجل. ولكن بعض الناس وجدوا في بعض البلاد وبعض البقاع في الأرض، ابتعدوا وانفصلوا عن البشرية، وعاشوا في بعض البوادي أو بعض الغابات أو بعض الصحاري أو بعض الأماكن، فنسوا وجهلوا أمورا كثيرة ورجعوا إلى جهالتهم وبدائيتهم كما يقولون. أما آدم فقد كان عالما. لما طرد إبليس، ولما منع إبليس من الملكوت الأعلى، ازداد الحقد في قلبه، وازداد الغرور، ودب الكبر، وانتشر في قلبه وازداد. فإذا بإبليس عليه لعنة الله يقول لله عز وجل، انظروا ماذا طلب. هل طلب المغفرة؟ هل طلب العفو والصفح؟ إبليس عليه لعنة الله عز وجل أراد أمرا آخر، انظروا ماذا طلب. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. يا رب أخرني، لا تقتلني الآن، لا تزهق نفسي الآن يا رب، أريد أن أمكث إلى يوم البعث، ليس النفخة الأولى بل النفخة الثانية. انظر إلى الخبيث، يؤمن بيوم البعث، يؤمن بيوم القيامة، يؤمن بربه، يؤمن بالجنة والنار، ومع هذا تكبر على أمر الله عز وجل فصار ملعونا كافرا. قال الله عز وجل وقد استجاب لهذا الكافر، قال إنك من المنظرين، سوف أؤخرك وسوف أمهلك. لكن ماذا تريد يا إبليس؟ تريد أن تستغفر؟ تريد أن تظل ساجدا لله ربما يتوب عليك؟ لا. قال فبما أغويتني، أعوذ بالله، هل الله عز وجل هو الذي أغواك؟ أنت الذي غويت، أنت السبب. ولكن الخبيث ينسب الغواية إلى الله عز وجل، ما يريد أن يسبها لنفسه هذا الخبيث. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والغريب أنه يعترف أن صراط الله عز وجل مستقيم، يعترف بكل شيء، ومع هذا يتكبر. لماذا تريد أن تقعد لهم في الصراط؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. من بين أيديهم، أمامهم، خلفهم، عن أيمانهم، عن شمائلهم. ما الذي بقي؟ بقي من فوقهم. لما لم يقل من فوقهم؟ لأنه يعلم أن الله فوقهم. أيضا يخاف من ربه، ولكنه الكبر، قاتل الله الكبر، ماذا يصنع بأهله؟ فرد الله عز وجل على إبليس، قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اذهب يا إبليس، افعل ما تفعل، فأنت وأتباعك وأنت وحزبك في جهنم. انظروا ماذا يصنع للناس اليوم، يأتيهم بالتزيين، يزين لهم المعاصي وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يأتيهم بالتخويف
فيخوف الناس من الجهاد، يخوف الناس من الفقر، يخوف الناس من أشياء كثيرة، يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يأتي إلى البشر بالوسواس فيوسوس لهم ويحبب لهم المعاصي ويكره لهم الطاعات، ويضحك عليهم ويزين لهم الشهوات ويلبس عليهم بالشبهات. والله عز وجل يقول له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. الخيل هم الفرسان، والرجل هم المشاة الذين يمشون. كأن إبليس معه جيش من المشاة ومن الركبان، جيش كامل. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أما آدم عليه السلام فإن الله عز وجل قد أسكنه الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فأخذ آدم يتلذذ بأنهار الجنة وثمارها وظلالها، وكلما اشتهت نفسه قد حصل عليه في الجنة. وإذا به يوم من الأيام قد استوحش آدم عليه السلام، استوحش في الجنة ألا أنيس معه، ألا جليس معه. والإنسان لو كان في أي مكان على وجه الأرض، لو كان يسكن قصرا، لو كان يجلس على أفضل الأثاث، بل لو كان في الجنة، فإنه يتعذب إن كان لوحده. الإنسان اجتماعي بطبعه، يحب الألفة، يحب الصحبة، يحب المجالسة، يحب اللقاء بالناس. فإذا بآدم يستوحش عليه السلام فينام نومة، فيستيقظ من نومه فإذا به يرى عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله عز وجل من ضلع. فسألها آدم، قال: من أنت؟ سبحان الله، من أنت؟ فقالت المرأة، قالت: أنا امرأة. فقال آدم، أول مرة ينظر، ما معنى امرأة؟ آدم عليه السلام علمه الله كل شيء. فقال لها: ولم خلقت؟ لما خلقك الله عز وجل؟ فقالت: لتسكن إلي، لتسكن إلي. ما خلق الله عز وجل المرأة إلا ليسكن إليها الرجل، رجل وامرأة. فقالت الملائكة، تريد أن تختبر آدم عليه السلام الآن، قالت له: يا آدم، ما اسمها؟ تريد أن تنظر هل حقا يعلم الأسماء كلها. قالت له: يا آدم، ما اسم هذه المرأة؟ فقال لهم: إنها حواء، إنها حواء. فقالت الملائكة: لما كانت حواء يا آدم؟ قال: لأنها خلقت من شيء حي. يا أيها الناس، يا أيها الناس، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، آدم وحواء، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. كل البشرية، كل سكان الأرض طوال كل تلك الدهور، كلهم من أبناء آدم وحواء عليهم السلام. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. كل شيء يا آدم حلال، كل شيء في الجنة مباح إلا هذه الشجرة، لا تقرباها. لم يقل الرب جل وعلا لا تأكل منها، قال: لا تقربا هذه الشجرة. فقط القرب، إياكم والقرب، لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية أوشك أن يقع فيها. ولهذا قال الرب جل وعلا: ولا تقربوا الزنا، قال: لا تقربوا، لأن الإنسان إذا اقترب من المعصية أوشك أن يقع فيها. ولهذا الرب جل وعلا يقول لهم: ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ونبه الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء، نبههما من شر إبليس: ويا آدم إن هذا عدو لك،
عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فإذا بآدم يتنعم هو وحواء في جنة عرضها السماوات والأرض، آدم في أحسن صورة يلبسان أجمل لباس، هو وحواء يتمتعان بثمار الجنة وأنهارها، ولكن الشيطان الخبيث يتربص بهما. ما شأنك وشأنهما يا إبليس؟ اتركهما يتنعمان في الجنة، لا يريد هذا، يريد أن يخرجهما من الجنة كما خرج هو بنفسه منها. فبدأ يوسوس لآدم عليه السلام وقال: يا آدم، أتريد أن تخلد في هذه الجنة؟ قال: نعم، والإنسان بطبيعته يحب الخلود، يحب أن يبقى خالدا مخلدا في النعيم. قال: هل أدلك على شجرة الخلد؟ تريد شجرة بسببها تكون خالدا في هذه الجنة وملك لا يبلى؟ تريد أن تصير ملكا لملك لا يبلى ولا يفنى أبدا؟ فوسوس لهما الشيطان. ولك أن تتصور كم يوم وكم شهر وكم سنة وإبليس يوسوس لآدم وحواء وهما يصدان عنه وهما يبتعدان عنه. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. انظروا إلى الخبيث ماذا يقول: وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. آدم عليه السلام لم يأبه به، وكذلك حواء لم يصدقانه، رجل كذاب عدو لنا، هل يمكن يوم من الأيام أن يكون ناصحا لنا؟ فلم يأبه به، ولا زال يوسوس، ولا زال يزين، ولا زال ينفخ، ولا زال ينفث، ولا زال ينزغ، ولا زال بهما هكذا، حتى جاء اليوم الذي بدأ إبليس يقسم برب العزة أنه لهما من الناصحين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لم يظن آدم عليه السلام أن مخلوقا من المخلوقات يمكن له أن يقسم بالله عز وجل كاذبا، مستحيل، مستحيل أن يقسم أحد من المخلوقات بالله العظيم كاذبا، لا يمكن. ولهذا استغل إبليس هذه الفرصة، فإذا به يقسم ويحلف أنه صادق. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور ويمشيان لا لا لن أكل، ويقتربان ويسوس ويزين ويقرب، فإذا بحواء تأكل أولا ثم يأكل آدم عليه السلام، يأكلان من الشجرة فأكلا منها، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فإذا بآدم ينظر إلى سوءة حواء، وحواء تنظر إلى سوءة آدم، والحياء قد أخذهما، والإنسان مفطور على الحياء، مجبور على الحياء. وإذا بآدم ينزع أوراق الأشجار ليستر عورته، وكذلك حواء تنزع أوراق الأشجار لتستر عورتها، ويركض آدم عليه السلام يريد أن يختبئ، يريد أن يختفي ويختبئ من عين الله عز وجل. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وإذا بآدم يركض عليه السلام ويقطع أوراق الأشجار ويستر عورته، وإذا بالأشجار تتعلق برجليه، الأغصان تتعلق وتمسك برجلي آدم عليه السلام، وهو ينزعها ويهرب وينزعها ويهرب. فناداه الله عز وجل، قال: يا آدم، أفرارا مني يا آدم؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم عليه السلام: لا يا رب، لا يا رب، ولكن استحييت منك سيدي. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ألم أخبركما يا آدم؟ ألم أقل لك يا حواء؟ ألم أقل لكما أن الشيطان لكما عدو؟
لا تظنوا أن الشيطان ينصح لكم وأن الشيطان يصدقكم وأن الشيطان صادق معكم أبدا، إنه العدو الأول، العدو الأول والأخير، وهو الذي يجتمع بجنده وحزبه في جهنم فيقول لكم: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وإذا بآدم عليه السلام يظل يبكي ويبكي، فيأتي جبريل فينزع عن رأسه التاج، ويأتي ميكائيل فينزع الإكليل عن جبينه، فيظن آدم عليه السلام أنه قد عوجل بالعقوبة، عوجل بالعقوبة، فنكس رأسه وهو يبكي ويقول: العفو، العفو يا ربي، العفو يا ربي. فقال آدم: يا ربي، ألم تخلقني بيدك؟ قال الله عز وجل: بلى. قال: يا ربي، ألم تنفخ في من روحك؟ قال الله عز وجل: بلى. قال آدم: وعطست فقلت: يرحمك الله، وسبقت رحمتك غضبك. قال الله عز وجل: بلى. قال آدم: وكتبت علي أن أعمل هذا؟ ألم تكتب علي أن أعمل هذا؟ قال الله عز وجل: بلى. قال آدم عليه السلام: ربي، أفرأيت إن أنا تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. تاب الله عز وجل على آدم وعلى حواء. تعرفون لما تاب الله عز وجل عليهما؟ لأن آدم عليه السلام ندم واعترف بالذنب واستغفر الله عز وجل وأناب إلى الله، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولعل الواحد منا يقول: لما أذنب آدم وتاب؟ أراد الله عز وجل أن يعلم بني آدم أن كل بني آدم خطاء، وأن الخطأ إذا وقع من آدم عليه السلام وهو النبي الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وشرفه وكرمه وجعله أول البشرية، إذا كان آدم عليه السلام أخطأ فالناس من بعده من باب أولى، كل بني آدم خطاء. لكن ماذا نصنع؟ نصنع كما صنع أبونا عليه السلام، نفر إلى الله عز وجل، نستغفر الله جل وعلا، نعترف بالذنب والمعصية. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا بد من الاعتراف بالذنب، لا بد من الندم، لا بد من الرجوع إلى الله عز وجل. لا تقول: أنا أخطأت والله عز وجل غفار. نعم، غفار لمن؟ غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاب الله عز وجل على آدم، ولكن إن للمعصية ضررا، فإذا بآدم عليه السلام يهبطه الله عز وجل، هو وحواء وإبليس، أهبط الله عز وجل الثلاثة من الجنة إلى الأرض. إنها مرحلة أخرى، إنها بداية الشقاء، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إلا لمن أطاع ربه، إلا من عبد الله عز وجل فله السعادة في الدنيا والآخرة. أهبط الثلاثة في يوم الجمعة، إنه اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام، واليوم الذي أهبط فيه من الجنة، واليوم الذي تقوم فيه الساعة. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آدم عليه السلام ينزل إلى الجنة، قيل أنه أنزل في الهند، قيل الله أعلم بهذا الخبر، وأن حواء قد أنزلت في مكة، وإنهما تعارفا في عرفات، والعلم عند الله عز وجل. المهم أنه أنزل إلى الدنيا هو حواء، وبدأت الذرية تتكاثر، فقد كان آدم يزوج ذكر كل بطن بأنثى البطن الآخر، وكانت حواء تلد في كل بطن ذكر وأنثى، ولا يتزوج الذكر بالأنثى في نفس البطن، إنما يتزوج من أنثى في بطن آخر، والأنثى تتزوج ذكرا من بطن آخر.
وبدأ الثلاثة في الأرض ليبدأ الصراع، آدم وحواء ينزل الله عز وجل عليهم رسالة ودين ووحي وذكر وشرع يعبدون الله عز وجل به، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة هم، معيشة غم، ونحشره يوم القيامة أعمى. يا آدم أنت وحواء ومن يولد من ذريتكما لابد أن يطيع شرع الله عز وجل ويتبع شرع الله جل وعلا، أما الذي يعرض عن شرع الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا. وبدأت الذرية تتكاثر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، حتى جاء اليوم الذي ولد لآدم عليه السلام ابن سماه قابيل، ومن بطن آخر ابن سماه هابيل، وأراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل الذي من نفس البطن، فاعترض قابيل وأراد أن يتزوج أخته من نفس البطن، هذا لا يجوز يا قابيل، فلما أراد هابيل أن يتزوجها منعه قابيل، فقال آدم عليه السلام ينصحهما بعد الخلاف، قال قرب قربانا فمن تقبل منه القربان يتزوج هذه. فإذا بهابيل وكان صاحب غنم، قدم أحسن جذعة سمينة، أحسن أغنامه قدمها لله عز وجل، انظر التقرب إلى الله جل وعلا. أما قابيل كان زراعا، لم يقدم إلا أردأ وأسوأ أنواع زراعته، قدمها لله عز وجل. وإذا بهما ينتظران، فجاءت نار من السماء فأخذت قربان هابيل ولم تأخذ قربان قابيل، فازداد حقده وازداد شره وبدأ الحسد يدب في قلبه. انظر كل المعاصي سببها كبر وحسد، كبر كما حصل لإبليس، وحسد أيضا لإبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهكذا حصل لقابيل، دب في قلبه الحسد والشيطان موجود بينهما. فإذا بقابيل ازداد حقده وازداد شره، حتى خلا يوم من الأيام بهابيل، فأخذ صخرة كبيرة وأراد أن يقتل بها هابيل، ولم يوجد على وجه الأرض رجل ميت، لم يمت إنسان إلى الآن، ولم يقتل بشر إلى الآن، الأرض كلها إلى الآن لم تشهد موت إنسان واحد. فإذا بقابيل يقترب من هابيل ليقتله، قال هابيل يرد عليه، قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. فإذا بقابيل لم يأبه بهذه النصيحة، فرفع الصخرة وفضخ بها رأس أخيه فسقط على الأرض، فإذا به لا حراك، فإذا به لا يتحرك ولا يتكلم، مات من؟ مات هابيل. لأول مرة يرى قابيل رجلا ميتا على الأرض، ومن هو؟ إنه أخوه هابيل. ماذا يصنع له؟ لا يدري. ماذا يفعل به؟ لا يعلم، لا يعلم ماذا يفعل. يريد أن يخفي جثته، لا يعرف كيف، هل يقطعها؟ هل يحرقها؟ ماذا يصنع؟ فأرسل الله عز وجل طيرا، غراب يتصارع مع غراب آخر، فقتل أحدهما الآخر، فجاء الغراب وحفر برجليه الأرض، فوضع الغراب الميت في الحفرة وردم الحفرة ودفنها. فإذا بقابيل يبكي، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. ثم دفن قابيل أخاه هابيل، ولكنه كما يقال فقط ندم، هل تاب إلى الله؟ العلم عند الله عز وجل. تكاثرت ذرية آدم، وكان من أولاد آدم عليه السلام شيث الذي أعطاه الوصية بعده، ظل آدم كما يقولون يعيش في الأرض 1000 عام، ورأى من ذريته الكثير الكثير من أبنائه وأبناء أبنائه، حتى جاء اليوم الذي احتضر فيه آدم عليه السلام،
إذا به تقرب وفاته، فقال لأبنائه: أي بني، إن يشتهي من ثمار الجنة. فذهبوا يطلبون له من ثمار الجنة، فاستقبلتهم الملائكة، وآدم الآن يحتضر عليه السلام، فقالت لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد أن نأتي بالثمار لأبينا. فقالت لهم الملائكة: ارجعوا ارجعوا. وكان عند الملائكة الأكفان والحنوط. قالت: ارجعوا، فقد قضى أبوكم، قضى أبوكم أول البشر، أول الأنبياء، أول من خلق وكان في الجنة فنزل، قد قضى أبوكم. فجاءت الملائكة يعلمون الآن أبناءه ماذا يصنعون، فقبضوا روحه، ثم غسلوه، ثم كفنوه، ثم حنطوه، ثم حفروا له ولحدوه، ثم صلت الملائكة عليه، ثم أدخلوه قبره، ثم وضعوه في القبر وحثوا عليه التراب، وقالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم، هذه طريقتكم، يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم، كتب الله عز وجل أن يخرج آدم من الجنة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عاما. كتب الله هذا ليختبر البشر، ليختبر الناس. لما خلق الله عز وجل بني آدم؟ خلقهم الرب جل وعلا لقضية واحدة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لقضية واحدة فقط، أن يعبدوا الله جل وعلا. توفي آدم أبو الأنبياء وأبو البشر وأول إنسان خلقه الله عز وجل بيده. من النبي الذي جاء بعد آدم عليه السلام؟ ماذا فعل الناس بعد آدم؟ وهل كانوا على التوحيد أم دب فيهم الشرك؟ ما الذي حصل بعد آدم؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة، حتى نراكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، وبعد. ذكرنا في الدرس الماضي وفي الحلقة الماضية أن الله عز وجل قبض روح آدم، أول البشر وأبو البشر، ثم أعطى الله عز وجل الوصية من بعد آدم لابنه شيث، ومر الناس على التوحيد لمدة 10 قرون. ويقال أن بعد شيث عليه السلام جاء نبي الله إدريس، وأوحى الله عز وجل لإدريس، لنبي الله إدريس، أني أرفع لك يا إدريس كل يوم مثل جميع عمل بني آدم، يعني في عصره وفي حياته كل أعمال بني آدم في اليوم تجعل أيضا مثلها لإدريس عليه السلام، لأنه الذي دلهم على الخير وعلمهم الخير، فكان كل الأجر لإدريس عليه السلام. فأراد إدريس أن يزيد عمره، أن يطول عمره ليزيد عمله، وكلم ملكا من الملائكة أن يحمله إلى ملك الموت، أن يستأذن من ملك الموت أن يؤخر الله عز وجل عمره، أن يطلب من ربه. فإذا بالملك يحمل إدريس عليه السلام بين جناحيه، ثم صعد به إلى السماء الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. فلما جاء في السماء الرابعة وجد هذا الملك ملك الموت مستقبلا نازل، فسأل هذا الملك ملك الموت أن يؤخر إدريس وأن لا يقبض روحه، أن يؤخره، لأن إدريس عليه السلام يريد أن يزداد عمله في هذه الدنيا، يريد من الله عز وجل أن يطيل في عمره ليزداد الأجر ويزداد الخير ويزداد العمل والحسنات. فقال ملك الموت: وأين إدريس؟ فقال الملك: إنه هو ذا على ظهري. فقال ملك الموت: يا للعجب، قال: لما تقول هذا؟ قال: بعثت وقيل لي اقبض روح إدريس في السماء الرابعة. الله أكبر، يقول: تعجبت، قلت: كيف أقبض روح إدريس في السماء الرابعة وهو على الأرض؟ والله عز وجل أمرني أن أقبض روحه في السماء الرابعة. وإذا بنفسه يأتي إلى السماء الرابعة، قال آخر: قال: لا، أمرت أن أقبض روحه. فقبض في السماء الرابعة، وبقي إدريس في السماء الرابعة، ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة مر في السماء الرابعة، فإذا هو إدريس عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل
مكانا عليا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. نعم إن إدريس عليه السلام رفعه الله عز وجل مكانا عليا مكانا مرتفعا فظل في السماء الرابعة طلب من الله عز وجل الزيادة والخير فرفعه الله عز وجل مكانا عليا. ويعيش الناس على التوحيد وتظل البشرية 10 قرون، الله أعلم بالقرون، هل هي المقصود فيها 100 سنة كما الآن نعرف، أو أن القرون السابقة تختلف 1000 سنة القرن أو غير هذا، العلم عند الله عز وجل. 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على الإسلام، حتى بدأ الشرك يدب بالناس. كان هناك رجال صالحون، انظروا كيف بدأ الشرك في البشرية، كان هناك رجال صالحين اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، 5 رجال صالحين. فلما توفي هؤلاء الرجال الصالحون جاءهم إبليس، جاء للناس، انظروا لإبليس وخبثه، قال هؤلاء الصالحين ماتوا الآن، اجعلوا على قبورهم نصب، نصب مثل التماثيل أو الحجارة أو غيرها تتذكرونهم بها، فإذا رأيتم النصب عبدتم الله عز وجل وذكرتم الرب جل وعلا وتذكرتم عبادتهم. وفعلا وضع النصب، قال اجعلوا النصب في بيوتكم حتى تتذكرون عبادة الله عز وجل. فانتشرت النصب والتماثيل بين الناس، فلما هلك ذلك القرن وذلك الجيل وأهل العلم فيهم وظهر أهل الجهل، ثم بدأ الشيطان يوحي إليهم حتى عبدت هذه الأصنام من دون الله عز وجل، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فانتشر الشرك بين الناس وضل الناس، فدب الشرك وصار الشرك هو الأصل بين الناس، صار الموحدون قليلون حتى فنوا، فأبعث الله عز وجل فيهم نبي الله نوح عليه السلام، أول رسول على وجه الأرض، جاء بشرع جديد، جاء بدين جديد، لأن الدين قد ضاع، لأن التوحيد قد فني في الناس، فأرسل الله عز وجل رسولا، أول رسول، إنه نوح يصل نسبه إلى شيث ابن آدم عليهما السلام. نوح عليه السلام بعث في قومه، فإذا به يأتيهم يعبدون الأصنام، يعبدون الأوثان، قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يا قوم اعبدوا الله عز وجل، أنا أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أخاف عليكم عذاب يوم القيامة، أخاف عليكم أن يهلككم الرب جل وعلا. انظروا الأسلوب، وكل الأنبياء وكل الرسل بعثه الله عز وجل أولا للتوحيد، أولا بعثها الله عز وجل لأن يوحدوا الله جل وعلا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فإذا بالملأ، من الملأ؟ الملأ كبار الناس، قادتهم، علية القوم، أهل الطبقة العالية، ردوا على نوح عليه السلام، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وقالوا له أيضا إنا لنراك في ضلال مبين. ماذا رد عليهم نوح عليه السلام؟ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. انظر، يقولون نراك في ضلالة، وهو لا يرد عليهم بنفس الأسلوب، يقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. انظروا إلى صبر الأنبياء على أقوامهم، انظروا إلى ردهم الحسن. ثم نظروا إلى نوح عليه السلام وقالوا له يعني يا نوح من الذي يتبعك؟ لا نراك يتبعك إلا أراذل الناس، أحقر الناس، الفقراء المساكين، أما نحن فنحن علية القوم، نحن كبار الناس، هل نتبع هؤلاء؟ إذا أردتنا أن نتبعك يا نوح فاطرد هؤلاء الفقراء، اطرد هؤلاء المساكين، اطرد هؤلاء الناس، ربما نجلس إليك ونستمع لك. فإذا بهم يقولون،
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. انظروا يحتقرون من أصحاب نوح عليه السلام، يريدون أن يحتقروا أصحابه ليبعدوه عنهم، ولكن نوح عليه السلام يرد عليهم بكل ثقة، يقول لهم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أي أرأيتم إن كنتم أنتم الجاهلون لا تفهمون هذا الدين ولا تفهمون هذا الوحي أنلزمكموها، أنجبركم على الاتباع، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أما أنا يا قوم فلا أطلب منكم يا علية القوم لا مال ولا وظيفة ولا جاه ولا منصب ولا ذهب ولا فضة، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. كل الأنبياء كانت تعمل لله عز وجل، ما كانت تبتغي بدعوتها الأموال ولا الجاه ولا النساء ولا الفضة ولا المناصب ولا الرئاسة أبدا، ما كانوا يريدون إلا وجه الله عز وجل. يتعلم الدعاء أنهم لا يطلبون شيئا في دعوتهم من الناس. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله. أما هؤلاء الفقراء، أما هؤلاء المساكين الذين تتكلمون عليهم، أتباع الأنبياء أتباع الرسل أغلبهم هكذا، كما قال هرقل لما سأل أبا سفيان قبل إسلامه من اتبعه، قال أبو سفيان ضعفاء الناس وفقراؤهم، قال هرقل هكذا أتباع الأنبياء، هكذا أتباع الأنبياء. فقال نوح عليه السلام لقومه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ثم إن طردتهم القضية بيني وبين الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، كيف أطرد عبادا لله، كيف أمنع أولياء لله عز وجل ولو كانوا فقراء ولو كانوا مساكين، من يتجرأ على أن يعتدي على ولي لله عز وجل. ويا قوم من ينصرني من الله، من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. نوح عليه السلام لا زال يدعوهم إلى الله عز وجل، ولا زال يصبر عليهم، ولا زال يجادلهم بالتي هي أحسن، ولكن مع هذا القوم يصرون في عنادهم وكفرهم وضلالهم. يقول لهم، انظر الأسلوب كيف يخاطبهم نوح عليه السلام، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. انظروا كيف يحببهم إلى طاعة الله عز وجل، إلى عبادته، إذا عبدتم الله واستغفرتم الله يرسل إليكم المطر وينبت لكم النبات والغيث ويخرج لكم الخيرات، إذا فقط أطعتم الله عز وجل. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أتعرف كم سنة ظل نوح عليه السلام وهو يدعوهم وهم يصدون، يدعوهم وهم يمتنعون، ظل على هذه الحال 1000 سنة إلا 50 عاما. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أتعرف كيف كان يردون عليه؟ كان كلما دعاهم إلى الله عز وجل استغشوا ثيابهم، وضعوا الثياب على الرؤوس، أول شيء وضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمعونه،
فإذا تكلم حتى لا يرونه أيضا فيؤثر عليهم، يضعون الثياب على الأعين حتى لا يرون ولا يسمعون، وتخيلوا صورهم ومناظرهم إذا مروا على نوح عليه السلام، وضعوا الأصابع في الآذان والثياب على الأعين حتى لا يرونه ولا يسمعونه كالمجانين. أي والله، أي نفسية يتعاملون فيها مع نبي الله نوح عليه السلام؟ أي نفسية هذه يتعاملون فيها مع أول رسول على وجه الأرض؟ ماذا يطلب منهم؟ يطلب منهم فقط أن يستغفروا الله ويعبدوا الله جل وعلا. يردون عليه فيقولون له بعد أن دعاهم، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. ما الذي بقي؟ إذا كان الليل دعوة والنهار دعوة، أيها الدعاة، بعض الناس اليوم إذا دعا ساعة أو ساعتين مل وأيس، وإذا عمل له محاضرة واحدة في اليوم قال تعبنا خلاص، فقط تكلمنا مرة واحدة ونصحنا مرة واحدة. ونوح كان ليله دعوة ونهاره دعوة، فإذا جلس لوحده عبد الله عز وجل وتفرغ لعبادته. دعاهم في الليل ودعاهم بالنهار، دعاهم جهرا، دعاهم علنا، دعاهم سرا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. كان هناك ملك، ملك ظالم عندهم، وكانوا يتبعونه ويعبدون الأصنام اتباعا له، وإذا بهم كلما دعاهم نوح يتبعون من الذي يظن الناس أنه على حق ونوح عليه السلام على باطل. فقال نوح عليه السلام، قال رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. اتبعوا هذا الرجل الذي لم يزده ماله وولده إلا خسارا، وصاروا يفرون من نوح عليه السلام، يصدون عنه ويمتنعون عن السماع له. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وأي أسلوب تركه نوح عليه السلام؟ نوع في الأساليب، اتخذ كل أسلوب، في الجهر وفي العلن وفي السر بينه وبين فلان، أمام الناس، في الملأ، يصرخ، ينادي، بالليل، بالنهار، كل الأساليب. ومع هذا بدأوا يحرضون الناس على نوح عليه السلام، فقالوا لا تذرن آلهتكم، إياكم، إياكم أن تتركوا هذه الآلهة وهذه الأصنام وهذه التماثيل، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. نوح عليه السلام يجادلهم فيردون على نوح عليه السلام، يقولون له قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لكن نوح عليه السلام بدأ يتحداهم، يتحداهم من معه؟ تخيلوا 1000 سنة على هذه الحال، 1000 سنة إلا 50 عاما، من الذي آمن مع نوح؟ أكثر ما قيل أنه آمن معه 80 رجل وامرأة، وقيل 10 فقط، وما آمن معه إلا قليل. ووزعوا 80 على 950 عاما لتروا في كم سنة يسلم رجل واحد. ومع هذا نوح يصبر، نوح لا يمل عليه السلام ولا يكل، وجاء إلى قومه يتحداهم بعد هذا، يا قوم ماذا تريد يا نوح؟ يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. التجأت إلى الله عز وجل ولجأت إلى ربي جل وعلا، يا قوم أنا توكلت على الله، ماذا تريد يا نوح؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون.
لا تؤخروني يا قوم اقتلوني الآن، كيدوني جميعا، امكروا بي، لا تؤخروني ولا تنتظروني. ماذا تملك يا نوح؟ قومك كثيرون، قومك أقوياء، أتباعك ضعفاء قليلون لا يملكون شيء. ماذا تملك يا نوح؟ أي سلاح عندك؟ إنه أعظم سلاح، فعلى الله توكلت. توكله على الله عز وجل هو أعظم وأكبر سلاح يملكه نوح عليه السلام. وبعد 950 عاما أو نحوها يوحي الرب جل وعلا إلى نوح، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لا تحزن يا نوح، الله عز وجل معك. انتهى وقفل باب الهداية، لن يهتدي من قومك أحد بعد اليوم، لن يؤمن أحد من قومك بعد اليوم. نوح عليه السلام الآن علم أنه لن يؤمن أحد من قومه، لكنه خاف أن يولد مولود فيظل على الكفر فيحترق بجهنم، وخاف نوح عليه السلام أن يضل قومه المؤمنون الضعفاء القليلون. فدعا نوح ربه وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. انظروا للدعاء، يا رب لا تجعل أحدا في الأرض من ساكن الديار كافرا بالله عز وجل، أهلكه يا رب. هل هذه قسوة من نوح؟ لا، الأنبياء رحماء، الأنبياء يحبون الخير للناس، ولكن نوح عليه السلام انظروا السبب الذي جعله يدعو على قومه. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يا رب إذا تركتهم يضل عبادك، أخاف على المؤمنين، على الثلة المؤمنة أن تضل. الهداية قفلت لكن الضلال لم يقفل، أيضا أخاف أن يولد لهم مولود فيبقى على الكفر ويظل كافرا فيدخل جهنم. يا رب ليس هناك حل إلا أن تهلكهم جميعا، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هنا استجاب الله عز وجل لنوح فأمره أن يصنع سفينة. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اصنع سفينة يا نوح، لكن إياك أن يأتي اليوم الذي تخاطبني فيه وتجادلني في الذين ظلموا والذين كفروا، لا تخاطبني فيهم ولا تجادلني فيهم لأنهم مغرقون جميعا. وكان نوح يعيش في صحراء، يعيش في بادية، في البراري، جبال وصحراء، وإذا بنوح لا يعرف كيف يصنع السفينة، فأمره الرب جل وعلا أولا أن يزرع الأشجار، فزرع الأشجار وانتظرها حتى تنمو حتى تكبر، ثم أوحى الله عز وجل له وعلمه كيف ينجرها، يقطع الأشجار وينجر الخشب. فإذا بنوح عليه السلام ينجر الأخشاب وهو على رأس جبل، ويأتي القوم إليه فينظرون إليه يضحكون ويسخرون. ماذا يصنع نوح؟ لما ترك الدعوة إلى الله؟ لما كان يجادلنا؟ أما الآن فتوقف عن الجدال، توقف عن الدعوة، انقطع عن الأمر بالمعروف عن النهي عن المنكر، والآن بدأ يزرع، الآن بدأ ينجر. ما باله يسخرون على نوح عليه السلام ويضحكون منه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فلما انتهى من نجر الأخشاب إذا به يعلمه الرب جل وعلا كيف يصنع السفينة. قيل ظل على هذه الحال سنين وسنين طويلة، فصنع سفينة عظيمة، يقول ابن عباس طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع. انظروا وتخيلوا حجم هذه السفينة، وكانت من 3 طبقات، طبقة السفلى للدواب والوحوش والحيوانات، الطبقة الوسطى للناس للبشر، أما الطبقة العليا للطيور. ثم جعل هذه السفينة مغطاة
حتى لا يغرقها المطر، وكلما مر عليه قومه ومر عليه الناس أخذوا يسخرون من نوح عليه السلام. انظروا إليه، سفينة يصنعها في صحراء بعد أن كان يدعون إلى ربه إلى خالقه كما يزعم، الآن ترك الدعوة وصار نجارا ينجر ويصنع سفينة في صحراء. ألم نقل لكم إنه مجنون؟ ليس مجنونا فقط، بل مجنون وازدجر. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم. انظروا للعزة، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. تخيلوا وهو يصنع السفينة والناس يضحكون، ويرد نوح عليه السلام عليهم، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، ثم يتحداهم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وظل على هذه الحال سنين طويلة حتى اكتملت السفينة والناس يسخرون والناس يتحدثون والناس يتناقلون أن هذا الذي يزعم أنه رسول من عند الله صار نجارا وصار يصنع سفينة، وازدادوا في غيهم وازدادوا في ضلالهم حتى جاء هذا اليوم الموعود. قال نوح عليه السلام لقومه المؤمنين، للضعفاء المستضعفين، للفقراء الذين سماهم قومهم أراذلنا بادي الرأي، يعني الذين لا يعرفون حتى الحديث ولا يعرفون حتى الكلام كما يزعمون، وإياك يا عبد الله أن تضعف إذا سخر الناس منك في هذا الزمن. إن قالوا لك مجنون، وإن وصفوك بالسحر، وإن قالوا لك إرهابي، وإن قالوا لك رجعي، فلك في الأنبياء والرسل سنة وأسوة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر واقتدي بالأنبياء، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين وفقهم الله وهداهم الله فبهداه مقتده. إياك أن تهن إذا سخر منك الناس، كل الأنبياء سخر منهم أقوامهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. قالوا مجنون، مجنون يا نوح، مجنون وازدجر. فقال لقومه، والله عز وجل أخبره أن هناك علامة إذا حصلت، يا نوح فاركب أنت والذين آمنوا ومن كل زوجين اثنين اركبوا في السفينة. أي علامة هذه يا نوح؟ إذا فار التنور، التنور الذي يوضع فيه الخبز الذي يشعل فيه النار، إذا رأيت الماء بدأ يفور في التنور مكان النار يخرج ماء، فاركب أنت والذين آمنوا وأهلك إلا من سبق عليه القول، اركبوا في السفينة. وكل حيوان ليركب منه زوجان، الذكر والأنثى. وكيف يجمعهم نوح عليه السلام؟ كيف يجمع الحيوانات من أنحاء الأرض جميعا؟ إنها قدرة الله عز وجل. وتخيلوا في ذلك اليوم العظيم الحيوانات تركب في السفينة، الدواب، الحشرات، كل الحيوانات تركب في السفينة، الأليف منها والوحشي منها، والناس يتعجبون والناس يتضاحكون والناس يسخرون، ما الذي حصل لنوح يركب وتركب معه الحيوانات في سفينة على البر، على صحراء، بل قيل على جبل من الجبال، والناس يتضاحكون والناس يسخرون. حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. قليل قيل 10، قيل 30، قيل 80، عشرات فقط. يركب أنت والذين آمنوا وكل الحيوانات من كل زوجين اثنين، لأن الحيوانات كلها سوف تموت، كلها سوف تغرق، فأنت بحاجة إلى من كل حيوان إلى ذكر وأنثى لتتناسل وتتكاثر مرة أخرى، والناس يضحكون
والناس يسخرون. فإذا بنوح يقول لقومه: وقال اركبوا فيها بسم الله. فلما صعد نوح عليه السلام والذين آمنوا قالوا الحمد لله. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فلما صعد نوح عليه السلام لم يركب معه أحد أبنائه كنعان الذي يسمى يام، لم يركب معه. أما زوجته الكافرة فقد ماتت قبل هذا. فلما ركب رفع يديه إلى الله عز وجل. الناس الآن متعجبين، ما بال نوح؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ فرفع نوح عليه السلام يده إلى السماء: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآن نصرك يا رب، أما أنا فقد غلبت. ففتحنا أبواب السماء، وانظر إلى اللفظ القرآني، ففتحنا أبواب السماء ليس مطرا عادية، بل السماء فتحت كالأبواب، والماء ينهمر الماء انهمارا من السماء، والأرض تتفجر، والناس يركضون والناس يصيحون، يصعدون على سطوح البيوت، ولكن الماء بدأ يصل إليهم، يسبحون إلى الجبال، يصعدون إليها، يركبون إلى رؤوس الجبال، الأم تحمل أطفالها، والشيوخ يركضون، ومنهم من لا يدرك الوصول إلى الجبال فيغرق، ومنهم من يصيح: حول عظيم وكرب كبير. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. وإذا الماء يصل إلى السفينة فترتفع السفينة، والموج عظيم، الموج كالجبال، وهي تجري بهم. ولكم من تتصوروا صفة الأمواج التي هي كالجبال، وتتخيلوا الناس يصيحون ويغرقون، والطوفان يلتقي ماء من السماء مع ماء من الأرض، تتفجر الأرض عيونا، وينزل الماء من السماء منهمر، والماء يلتقي من السماء ويلتقي بالأرض، والناس يغرقون ويصيحون. وهي تجري بهم في موج كالجبال. فإذا بنوح عليه السلام يصبر قومه، يصبر المؤمنين، يبحث، فإذا به لم يجد أحد أبنائه. أين يام؟ أين ابني؟ ليس موجود بيننا. أين أخوكم؟ أين فلان؟ إنه غير موجود. ينظر في السفينة إلى الأسفل، يبحث عنه بين الناس، فيرى ابنه من بعيد. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه. وانظروا للفظ القرآني: ابنه، يا بني، يا بني. انظروا هذه اللفظة تدل على مشاعر الأبوة. ابنه، فلذة كبده. ظن نوح عليه السلام أنه في معزل، أي اعتزل الكفار، وأنه آمن بالله، وربما يكون مؤمنا لكنه أخفى إيمانه، وربما لم يكن من الكافرين. ظن هذا الظن ربما نوح عليه السلام. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، تعال يا بني، أعطني يدك، تعلق بالحبال، يا بني تقدم، يا بني تعال إلى السفينة. يخاف على ابنه من الغرق: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. لكنها الغطرسح، لكنه الكبر، لكنه العناد، والعياذ بالله. قال سآوي إلى جبل، يعصمني من الماء. مساكين، مساكين أهل الدنيا، يظنون عذاب الله عز وجل يقدرون عليه، يظنون
أنهم يستطيعون على جند الرحمن إذا نزلت، يظنون أنهم يقدرون على عذاب الله عز وجل إذا نزل. سآوي إلى جبل، انظر إيوائه ليس إلى الله، ليس إلى خالقه، ليس إلى ربي حتى في أصعب اللحظات، حتى في أحنك الظروف يلجأ إلى من؟ إلى الجبل. يقول: سوف أرقى على الجبل ليعصمني، ليحفظني من الماء. قال: سآوي إلى جبل، إلى جبل يعصمني من الماء. ومع هذا لا زال قلب نوح، نوح عليه السلام قلبه على ابنه، ربما يكون مؤمنا، ربما يرحمه الرب جل وعلا، ربما يتوب الله عز وجل عليه، ربما 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 فيناديه. قال: لا عاصم اليوم. ينظر إلى ابنه يغرق، ينظر إلى ابنه تلفظه المياه، ينظر إلى ابنه تتلاطمه الأمواج، أمواج كالجبال. يعلم نوح عليه السلام أن هذا الماء ليس كماء في أيام عادية، هذا عذاب من الله عز وجل نزل، هذا طوفان سوف يعم الأرض جميعا، هذا جندي من جنود الله عز وجل. قال: لا عاصم اليوم، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وإذا بابنه يلفظه الماء ويغرق مع الناس، فيختفي صوته وتذهب صورته ويختفي من أمام عينيه. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لا إله إلا الله. غرق ابنه، غرق أمامه. إن الأب مهما كان فإنه يعطف على أبنائه، يريد لهم الخير، يريد هدايتهم. أتعلمون أن بعض الآباء والعياذ بالله حتى الخير لا يريده لأبنائه، لا يريد أن ينقذهم من نار جهنم، وباب التوبة مفتوح وباب الهداية مفتوح، ومع هذا إذا صلى لا يريد لهم أن يصلوا، بل يأتيهم بأنواع المفسدات والملهيات والشهوات، فيشتريها بماله ليأتي بها إلى بيته. لا رقابه، ولا أمر بالمعروف، ولا تربية حسنة، ولا إصلاح في البيوت والعياذ بالله. بعض الآباء نزعت من قلبها الرحمة، لا يرحم أبناءه ولا يرحم أطفاله، لا يخاف عليهم من عذاب جهنم ومن عذاب النار. أما نوح عليه السلام فقد خاف على ابنه، فقال له: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. وتخيلوا الماء يرتفع على البيوت، ومنهم من يسبح ومنهم من يغرق، وتخيلوا الأمهات والآباء يحملون أطفالهم إلى الجبال، تخيلوا المنظر، والناس يركضون ويصعدون إلى رؤوس الجبال يريدون النجاة، والماء ينزل من السماء ماء منهمر، يتساقط الماء عليهم، الماء المنهمر، والناس يركضون إلى رؤوس الجبال، والماء يصعد، والماء ليرقى، والأمواج كالجبال. فإذا بالماء، يقول العلماء، صعد على أعلى رأس جبل على وجه الأرض. وما هو أعلى جبل على رأس الأرض ارتفع عنه الماء؟ 15 ذراعا. ثم غرق أهل الأرض جميعا وهدأت الأصوات، لم تبق على وجه الأرض إلا سفينة فيها الأحياء، فيها الناس، ليس هناك بشر إلا الذين على السفينة. حملناه على ذات ألواح ودسر مسامير، أناس مؤمنون رأوا بأعينهم كيف أهلك الله عز وجل أهل الأرض جميعا. استجاب الله لدعاء نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، فلم يبق فيهم ديارا. يقولون: ظل نوح في السفينة، وهو الحيوانات والمؤمنون، ظل في السفينة 6 شهور. بعض أهل العلم يقول 6 شهور، أكثر أقل، العلم عند الله. فأرسل نوح عليه السلام حمامة لينظر هل تجلس أو تقع على أرض يابس، فرجعت الحمامة ونظر إلى رجلها، ليس هناك أثر. ثم بعد فترة أرسلها، فجاءت الحمامة بشيء من زيتون، من شجرة زيتون، فعلم نوح عليه السلام أن الماء بدأ يتناقص. ثم بعد فترة أرسلها فرجعت، فإذا في رجلها طين، فعلم أن الماء قد نزل وأن هناك يابسة. وقيل: يا
الأرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. توقف المطر والأرض ابتلعت ماءها، لم تشرب بل ابتلعت بسرعة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. جبل، جبل بين دجلة والفرات، استوت عليه السفينة فرست وبدأ الناس ينزلون. واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. في هذه اللحظات لما استوت السفينة وعلم نوح أن الله أهلك أهل الأرض جميعا، دعا نوح عليه السلام ربه جل وعلا، دعا، لا زال يظن أن ابنه ربما يكون فيه شيء من الإيمان، فيه شيء من التوبة، ربما يكون مؤمنا قد أخفى إيمانه، كتم إيمانه، لأنه رآه في معزل. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. لا أعترض على أمرك يا رب، وعدك الحق، أنت الذي وعدتني أن تنجي أهلي، هذا وعدك يا رب، وأنت أحكم الحاكمين، حكمك هو الذي يمضي على الناس وأنت أحكم الحاكمين. فرد الله عز وجل على نوح عليه السلام فقال له يا نوح، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. تتقطع الروابط وتنفصل الآثار ولا تبقى الأنساب، تتقطع كلها إذا اختلف الدين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وإذا بنوح عليه السلام يظل يبكي ويبكي سنين طويلة على هذا الطلب، كيف طلب من ربه أن يعفو عن ابنه الذي كان كافرا، كيف طلب له منه جل وعلا أن يغفر له ويرحمه. ربما كان يظن نوح عليه السلام أنه كان مؤمنا لأنه رآه في معزل، ولهذا لم يكن طلبه فيه شيء من المعصية، ولكنه كيف يطلب هذا الطلب والله عز وجل هو الذي حكم أن يغرق ابنه مع الغارقين. قال الله عز وجل إنه ليس من أهلك يا نوح، هذا ممن سبق عليه القول من الكفار، مثل زوجتك التي كفرت، هذا ابنك الذي كفر. ولا ينفع يا عباد الله، لا ينفع أن يقول الرجل أنا أخي صالح أو زوجي صالح أو أبي صالح أو ابني صالح، لا يغني عنك يا عبد الله يوم القيامة إلا عملك الصالح. يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. فبكى نوح عليه السلام ورفع يديه إلى الله عز وجل وقال، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم قال الله عز وجل يا نوح أنت والذين آمنوا انزلوا، انزلوا من السفينة إلى اليابسة، ليس في الأرض إلا الموحدون، ليس على الأرض إلا المؤمنون، إلا الموحدون لله عز وجل. أهلك الله عز وجل المشركين جميعا. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وإذا بنوح عليه السلام ينزل عند جبل الجودي بين دجلة والفرات، هو والذين آمنوا. وظل نوح عليه السلام سنوات في قومه، لم يبقى في الناس إلا ذرية نوح عليه السلام، كل من معه من المؤمنين لم يلدوا بعد الطوفان، لم يلد إلا نوح عليه السلام وذريته التي ولد لها، وجعل الله عز وجل ذرية نوح هم الباقين، كما قال جل وعلا
وجعلنا ذريته هم الباقين. وظل نوح عليه السلام بعد 1000 عام إلا 50 قبل الطوفان، ثم ما شاء الله عز وجل بعد الطوفان يعلم قومه ويذكرهم بالله عز وجل ويدعوهم إلى الله جل وعلا ويخبرهم بما أمر الله عز وجل عليهم وأمرهم الله عز وجل به، حتى جاءت ساعة وفاته، وفاة نوح عليه السلام. فإذا به يحدث ابنه قبل الوفاة، قال: يا بني إني قاص عليك وصية، إني قاص عليك وصية آمرك بلا إله إلا الله. انظر إلى قلب نوح عليه السلام، وصيته عند الموت لابنه أن يأمره بلا إله إلا الله. قال: فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. لو كل السماوات السبع والأرضين كانت حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله، لرجحت بهن لا إله إلا الله. وأوصيك بالتسبيح، يوصيه بالتوحيد ويوصيه بالعبادة لله جل وعلا، ونهاه عن الكبر ونهاه عن الشرك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم ظل الناس بعد نوح عليه السلام سنين على التوحيد، على الإيمان بالله عز وجل، على طاعة الله جل وعلا، حتى دب الشرك فيهم مرة أخرى وانتشر الشرك. وهذا صراع إبليس مع البشر أن يخرجهم من التوحيد إلى الشرك، من الإيمان إلى الكفر، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا الرب جل وعلا يوم القيامة يخاطب البشر فيقول لهم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. نعم، إبليس هو الذي أضل الناس فانتشر الشرك فيهم، فأرسل الله عز وجل لهم نبيا من أنبيائه من سلالة نوح عليه السلام، من أبناء نوح، من ذريته. أرسل الله عز وجل لهم نبي الله هود إلى أمة جبارة، أمة قوية، أمة بطشت بالأمم غيرها، أمة بلغت بالقوة والعتو أنها تخاطب الله عز وجل وتخاطب الناس فتقول: من أشد منا قوة؟ لا أحد في الأرض أقوى منا ولا أقوى منا، نحن الأقوياء، نحن الذين نبطش بالأمم. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه. ماذا قال لهم وكيف ردوا عليه؟ أي سلاح يملكه هذا النبي يواجه به قومه ويتحداهم به؟ هل آمنوا أم كفروا؟ ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخاف وهو يتذكر العذاب الذي عذب به أولئك القوم؟ تقول عائشة: إنه يصفر لونه. لما كان يحصل له هذا؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الدرس المقبل وفي الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي في الحلقة الماضية من قصة نوح عليه السلام، وذكرنا أنه لم يبقى في الأرض إلا قوم نوح وهم المؤمنون فقط، أما الكفار في الأرض فقد أهلكهم الرب جل وعلا.
ولم يبق من ذرية الناس إلا ذرية نوح عليه السلام، هم الذين بقوا في الأرض، وانتشر الناس وتنقلوا من بلد إلى آخر، وسكن قوم بين اليمن وعمان في منطقة تسمى الأحقاف. الأحقاف أي جبال وكثبان الرمل، وهؤلاء القوم يسمون قوم عاد، وهم عرب من العرب العاربة. وهؤلاء الناس أعطاهم الله عز وجل قوة جبارة عظيمة، وكانوا يفتخرون بقوتهم، وكانوا يقولون من أشد منا قوة في الأرض كلها، أي أمة من الأمم أقوى منا. وهؤلاء الناس سماهم الرب جل وعلا إرم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم نسبة لجد من أجدادهم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من الأنبياء وهو عربي اسمه هود عليه السلام. والأنبياء العرب أربعة: هود عليه السلام، وصالح، وشعيب، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والعرب قبل إسماعيل يسمون بالعرب العاربة، وبعد إسماعيل يسمون العرب المستعربة. هود عليه السلام أرسل في قوم عاد، وهو من ذرية سام ابن نوح عليهم السلام. وأول من عبد الأصنام بعد الطوفان هم قوم عاد، يسكنون في جنوب الجزيرة العربية. وهؤلاء أعطاهم الله عز وجل قوة، وكانوا يبنون خياما عالية ذات عماد عظيمة، ويبنون على الجبال قصور ومصانع وعلى الأرض، وأعطوا قوة بأن كانوا يبطشون بمن حولهم من الأمم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. جاء إليهم هود عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده، فقال الله جل وعلا: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. كل الأنبياء كل الرسل كانت دعوتهم في البداية توحيد الله عز وجل وعبادة الله جل وعلا، وهم جاءوا بعد قوم نوح، لأن الله عز وجل يقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وكان هؤلاء الناس كما قال العلماء عنهم بأنهم جفاح، كافرين عتاه، متمردين، يعبدون غير الله عز وجل. فردوا على من؟ على هود عليه السلام بكل قبح وبكل سفاهة، يقولون لهود عليه السلام: قال الملأ الذين كفروا من قومه. ودائما يمر بنا في القرآن أن أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاة إلى الله عز وجل هم الملأ الذين يملؤون واجهة الناس وفي المقدمة، وهم كبراء القوم وهم علية القوم دائما وغالبا، هم أعداء الرسل وأعداء الأنبياء وأعداء الدعاة إلى الله عز وجل. انظروا كيف يخاطبون نبي الله عز وجل: قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. يقول: أنت سفيه. يخاطبون من؟ نبي الله عز وجل. وإنا لنظنك من الكاذبين. أنت سفيه وكذاب. كيف رد هود عليه السلام؟ هل رد عليهم بأسلوبهم؟ هل قابل السفاهة بسفاهة مثلها؟ كلا وحاشاه، فإنه نبي مبعوث من عند الله عز وجل. ماذا قال لهم؟ قال يا قوم، أولا يناديهم: يا قوم، أنتم قومي، أنتم أقربائي، أنتم بنو عمومتي. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. هل رأيتم أسلوبا أعظم من هذا الأسلوب؟ هل رأيتم ردا أفضل من هذا؟ يرد عليهم يقول: يا قوم، تقولون أنا سفيه؟ لا، ليس بسفاهة، أنا رسول من عند الله عز وجل، أرسلني رب جل وعلا إليكم أبلغكم رسالاته، وأنا لكم ناصح، مخلص لكم، محب لكم، أمين. وأنا لا أريد منكم شيئا، لا أريد منكم مالا، ولا أريد منكم جاها، ولا أريد منكم كنزا، ولا أريد سلطة. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا
إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. جاءوا الآن يستهزئون به ويتهمونه بالجنون ويتهمون هود عليه السلام، يقولون أرأيت هذه الآلهة التي تسبها وتتكلم عليها يا هود وتنتقصها يا هود، ربما أصابتك بالجنون، ربما أنت الآن مجنون بسبب شتمك وعيبك لهذه الآلهة. انظروا ماذا يقولون له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. يقولون ما جئتنا ببينة، ما عندك أي دليل، ما عندك أي معجزة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، أنت تأمرنا ونغير ديننا لأجلك، أنت بشر مثلك مثلنا، وما نحن لك بمؤمنين، لكن نقول شيئا واحدا: أنت قد جننت وأصابتك الآلهة بالسوء. انظروا كيف يسبونه ويشتمونه ويتكلمون عليه. ينصحهم هود عليه السلام، يقول أرأيتم هذه النعم التي أعطاكم الله عز وجل إياها يسلبها منكم؟ لا تقولوا إنكم الآن أقوى أمة على وجه الأرض، أنكم الآن أعتى الأمم وأقوى الأمم، هذا الجبروت الذي تملكونه والقوة والبطش بالأمم سوف يزول كل هذا. هذه سنة الله عز وجل بالخلق، الأمم ترقى حتى تكون قوية، فإن كفرت وظلمت كسرها الرب جل وعلا. إياكم أن تنغروا بقوتكم، بل اشكروا الله عز وجل على هذه النعم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. كانوا يبنون على الجبال بيوت وقصور، ويبنون عليها بعض المباني عبث، لا لأجل السكن ولا لأجل أنهم يحتاجون إليه، هكذا يبنون على كل مرتفع بعض البيوت وبعض القصور عبث فقط، يعبثون بالنعم ويتكبرون على الخلق ويبطشون بالأمم، بل يبنون المصانع مصارف المياه ومجاري المياه يبنونها، بل القصور يبنونها. أتبنون بكل ريع آية آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا كانوا يتجولون في الأمم فإنهم يبطشون بها لأنها أقوى دولة وأقوى أمة وأقوى الناس، فإذا تجولوا على الأمم أخذوا حقوقهم وسلبوهم أموالهم وبطشوا بهم، سفكوا ما سفكوا من الدماء وقتلوا من قتلوا وأخذوا من الأموال ما يشاءون. الأمم والقرى كلها تخاف من قوم عاد. وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. وكانوا يأتون إلى هود عليه السلام يقولون: انظر إلينا، تظن أن إلهك قادر علينا؟ من أشد منا قوة؟ من أقوى أمة من الأمم في الأرض اليوم؟ نحن أقوى أمة، لا دينك ولا إلهك يقدر علينا. وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. نعم، قوم أعطاهم الله عز وجل من أسباب الدنيا ما أعطاهم من قوة البناء ومن البطش بالأمم ومن الأموال ومن النعم، ومع هذا كفروا واستكبروا. أراد هود عليه السلام أن يبين لهم ضعفهم فتحداهم، قال: أرأيتم أيها الناس، أنا واحد بينكم، ما آمن مع هود إلا القليل، قال: أنا واحد بينكم، لا أملك شيئا من سلاح، لا أملك شيئا من قوة، ولكن أتحداكم جميعا أن تقضوا علي، تجمعوا كلكم علي أنا لوحدي فقط، ثم كيدوني، أنزلوا علي ما تريدون من البطش من العذاب، اقتلوني جميعا، افعلوا ما تفعلون، هل تستطيعون؟ أي سلاح يملكه هود عليه السلام هو يتحدى أمة جبارة، أمة بطشت بالأمم؟ رجل واحد ضعيف لا يملك سلاحا يتحداهم جميعا، إنه يملك أعظم سلاح. أي سلاح يملكه هود؟ إنه التوكل على الله عز وجل. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما
تشركون من دونه فكيدوني جميعا فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون كلكم كيدوني لا تؤخروني لا تنتظرون اجمعوا علي قوتكم وجيوشكم وأسلحتكم فاقضوا علي مرة واحدة ولا تنظرون لا تؤخروني الآن 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 كيدوني يتحداهم هود تعرف أي سلاح يملكه هود إني توكلت على الله لجأت إلى الله عز وجل لنرى أي قوة أعظم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإذا بهم يأتون إلى هود ولم يقدروا عليه ولم يستطيعوا أن يفعلوا به شيئا فقالوا له يا هود تزعم أن لك رب وسوف ينزل العذاب بنا إن كفرنا وأشركنا أنزل علينا العذاب الآن نريد أن نرى عذاب ربنا يستهزئون يسخرون من هود عليه السلام يتحدون هود ويستعجلون العذاب أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ائتنا أنزل علينا العذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين كم من الناس اليوم لما يفجر ويأتي بالمنكرات كم من الأمم اليوم لما تسرف بالذنوب والمعاصي تقول أين عذاب الله الذي تزعمون أين جند الله الذين تتحدون بهم ما حصل لنا شيء ها نحن عشرات السنين على هذه الحال ها هي الأمم تفعل وتفعل أين عذاب الله الذي تزعمون نفس المنطق ما تغير الناس هم الناس والفكر هو الفكر وحرب الله هو حرب الله عز وجل هذه سنن الله عز وجل لا تتبدل فإذا بهود عليه السلام يرفع يده يدعو ربه جل وعلا عليهم قال رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون فقال الله لهود قال عما قليل ليصبحن نادمين اصبر يا هود اصبر إنما هي أيام إنما هي شهور إنما هي سنوات لكن الأمر قليل ألا إن نصر الله قريب عما قليل ليصبحن نادمين لا تستعجل الصبر لا تستعجل النصر اصبر وانتظر فإن عذاب الله عز وجل قادم لا محالة نعم أنت لا تملك شيئا أنتم القليلون الضعفاء وهم الكثرة المستكبرون في الأرض ولكنها سنة من سنن الله عز وجل لا محالة قادمة سنة الله قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا بدأ العذاب بهم بقحط استمر القحط جفت السماء والأرض 3 سنين لا ينزل عليهم المطر وهم يعتمدون على الزراعة وهم يعتمدون على الطعام المزروع هذه حياتهم ماشية وطعام يزرع والمطر قد توقف 3 سنين فأرسلوا 70 رجلا يستسقي لهم يطلبون من آلهتهم المطر فيستسقون ويستسقون فإذا به هذا الرجل الذي كان موكل على 70 يرى سحبا في السماء حمراء وبيضاء وسوداء فسئل هذا الرجل أي سحابة تريد البيضاء أم الحمراء أم السوداء قال بل أريد السوداء فإنها أكثر مطرا فقيل له لك ذلك لك ذلك فرجعوا إلى قومهم فرحين مستبشرين والسحاب الأسود يمشي معهم ويسير معهم حتى رجعوا إلى قومهم وهم فرحون مستبشرون ينتظرون المطر يأتيهم من السماء قالوا انظروا لكرامتنا عند ربنا لكرامتنا عند آلهتنا ما إن استسقينا المطر إلا وجاءنا السحاب الأسود السحاب الذي سوف يسقينا السحاب الذي سوف يمطرنا وكانت هناك امرأة كأنها علمت بالخبر كأنها أحست أن هذا السحاب نذير شؤم فصاحت
وبكت واختبأت في بيتها. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا مطر سوف يأتي إلينا لكرامتنا على الله عز وجل، سوف يرزقنا الله عز وجل المطر. وكان هود عليه السلام نصحهم وأكثر من نصيحتهم، وهم يقولون إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وكانوا يقولون لبعضهم البعض لئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هذا منطق كثير من الناس اليوم، حياة الدنيا نعيشها نتمتع، دعك من الموت، دعك من القبر، دعك من القيامة، دعك من الجنة والنار، لنعش حياتنا ولنعش يومنا ونتمتع بما نملك، أما غد فلا تسأل عن هذا اليوم. فلما رأوا الغيم مستقبل أوديتهم فرحوا واستبشروا وتراقصوا وأخذوا يغنون ينتظرون المطر ينزل عليهم. بل هو ما استعجلتم به ريح. رأوا الرياح تشتد والرياح الباردة تأتي عليهم، ما الخبر؟ ما الذي يجري؟ الغيم ليس فيه مطر والرياح شديدة وقد صارت باردة. اختبأ الناس في بيوتهم، أشعلوا النيران لكن البرد شديد، سمعوا بالناس يقتلون، ما إن خرج أحد من بيته إلا والريح تحمله إلى السماء فتسقطه على الأرض فينفصل رأسه عن جسده. ريح فيها عذاب، فيها عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح شديدة باردة، باردة حتى أن المرأة العجوز تجلس في بيتها ما تخرج من خوفها من شدة الريح. ريح كانت تهدم البيوت على رؤوس أهلها وتقلعهم من الأرض ترفعهم إلى السماء فتشدخ بهم الأرض فينفصل الرأس عن الجسد كأنهم أعجاز نخل خاوية، حتى أن العجوز تجلس في بيتها وتشعل النار فتجلس عند النار تتدفأ وتموت من شدة البرد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال، عذاب سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. تمر على الناس، هل ترى أحدا منهم؟ نجى الله عز وجل هودا والذين آمنوا معه، أما البقية تمر عليهم لا ترى فيهم أحدا. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. لما صنع الله عز وجل بهم هذا؟ كانوا يقولون من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ بطشوا بالناس، بطشوا بالأمم. كان الناس يقولون هذه أمة لا تقهر، هذه بلد أعظم البلاد وأقوى الناس، أمة لا تقهر. انظروا ماذا فعل الله عز وجل بهم، سنة الله في الذين خلوا من قبل، كل من كذب الرسل، كل من عاد أولياء الله، كل من تكبر في الأرض وبطش بالناس، انظر ماذا فعل الله بهم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا
في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. إياك أن تيأس من نصر الله عز وجل، إياك أن تظن أن الأمر بعيد. لا يا أخي الكريم، لا يا أختي الفاضلة، إن الله عز وجل ربما يستدرج الناس ويؤخرهم ويملي للظالم، لكن إذا أخذه لم يفلته الرب جل وعلا. عذبهم الله بالريح الباردة الشديدة، الحسوم المتتابعة، وكذلك بصيحة، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى ريحا أو غيما بالسماء اصفر لونه، يدخل ويخرج. يعني تسأله عائشة: لما هذا يا رسول الله؟ فيقول: يا عائشة، لعله كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. تقول عائشة: فإذا نزل المطر سري عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، كان يخاف على هذه الأمة خوفا شديدا، بل يوم من الأيام دخل على أحدى زوجاته يقول لها: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قدر هكذا أهلك الله عز وجل قوم عاد، فهل ترى لهم من باقية؟ ثم بقي المؤمنون فترة من الزمان، وانتشر الشرك في الأرض مرة أخرى، وها هم قوم يسكنون الحجر بعد قوم عاد. هؤلاء قوم من العرب العاربة يسكنون الحجر، منطقة بين الحجاز وتبوك، شمال غرب الجزيرة العربية، الآن تسمى مدائن صالح. هذه المدائن وهذه المنطقة لا زالت الآن موجودة، ولا زال الذي يمر عليها يرى مساكنهم وأماكنهم وما كانوا يصنعون في الجبال وينحتون. أرسل الله عز وجل إليهم نبيا من أنبيائه، صالح عليه السلام، نبي عربي يرجع إلى إرم ابن نوح عليه السلام. وهؤلاء الناس تكبروا في الأرض بعد أن نحتوا الجبال واتخذوا الجبال قصورا وبيوتا، أشركوا بالله عز وجل، لم يشكروا نعمة الله عز وجل. أعطاهم الله عز وجل النعم، ومع هذا تكبروا في الأرض واستكبروا ولم يتوبوا إلى الله عز وجل ولم يرجعوا إليه. فقال لهم صالح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله عز وجل، فاستغفروه ثم توبوا إليه، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. وها هو صالح عليه السلام يذكرهم بنعم الله عز وجل عليهم. تظنون أيها الناس أن هذه النعم دائمة؟ أتظنون أنكم خالدون في هذه الأرض؟ تأتيكم النعم من بطن الأرض ومن السماء، وأتظنون أنكم خالدون بهذه الأموال وهذا النعيم؟ أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم؟ يذكرهم بالنعم: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، فاتقوا الله وأطيعون. ويذكرهم بالاستغفار وبترك الأصنام والمعبودات، ولكن مع هذا تجبروا وطغوا وعتوا، فإذا بهم يأتون إلى صالح عليه السلام يقولون له: يا صالح تعال، قد كنت فينا قبل هذا رجل نظن فيك الخير، نظن أنك سوف تكون من كبرائنا، من قادتنا، من كبراء الناس، من عقلائهم،
الآن تقول هذا الكلام؟ الآن تأتينا بدين جديد ما سمعنا به ولا بآبائنا ما ذكروا لنا هذا الدين؟ من أين جئت به يا صالح؟ أنت الرجل العاقل، أنت الرجل الفاهم، أنت الرجل الذي كنا نظن بك الخير، تقول هذا الكلام؟ انظروا كيف يسولون له. قالوا يا صالح، يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. ثم انظروا ماذا يقولون له: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. نحن نشك بكلامك، ما الدليل على أن كلامك صحيح؟ كلام جديد لا سمعنا به ولا سمع آباؤنا به، وأنت الرجل العاقل وأنت الرجل الفهم، الآن تقول هذا الكلام؟ انظر كيف رد عليهم بلين، رد عليهم بلطف، رد عليهم وهو يشفق عليهم عليه السلام، يريد منهم أن يهتدوا. قال يا قوم، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. يا قوم، ألا تظنون لو كنت على بينة، لو كنت على حق، لو كنت أنا الصادق في كلامي، ماذا سوف تفعلون؟ من ينصرني من الله إن عصيته؟ من ينصرني أنا؟ من ينصركم أنتم؟ افترضوا أنني على حق، افترضوا أنني جئت بالدين الصحيح، ماذا تفعلون؟ كيف تواجهون ربكم جل وعلا؟ ردوا عليه فقالوا: إنما أنت من المسحرين. أنت رجل مسحور، نقول لك هكذا تقول لنا هذا، أنت رجل مسحور. واستكبر قومه وتجبروا، وجاء إلى المستضعفين يصدونهم عن دين الله عز وجل وعن اتباع صالح عليه السلام، ولكنهم صابرون، ولكنهم ثابتون على دينهم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، انظروا للخطاب. الآن الملأ الكبار، القادة، الرؤساء، أتوا إلى أتباع صالح وهم الضعفاء المساكين الفقراء، قالوا لهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ ما دليلكم؟ أنتم تصدقون أن صالح أرسله الله عز وجل؟ فرد الضعفاء المؤمنون، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. نعم، نحن بكل ثقة نؤمن بصالح وبالذي أرسل به. فرد الملأ المستكبرون، قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. جاء صالح عليه السلام يدعوهم في نواديهم، فقالوا: يا صالح، تريد منا أن نؤمن لك؟ قال: نعم، لا أريد منكم إلا الإيمان بالله عز وجل. قالوا: نؤمن لكن بشرط. أعطوه العهود والمواثيق أنه إذا فعل لهم هذا الشرط يؤمنون به. قال: ماذا تريدون؟ قالوا: أرأيت هذه الصخرة؟ وكانوا ينحتون الجبال بيوتا، أعطاهم الله عز وجل قوة، داخل الجبال نحتوا البيوت، نحتوا القصور. ومن مر على مدائن صالح لا يمر الإنسان، لكن إن مر عليها فليبكي أو يتباكى حتى لا تنزل عليه اللعنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يرى أنهم قد نحتوا الجبال بيوت وقصور داخل الجبال، واتخذوا السهول قصور، وبنوا البيوت العظيمة. قال: ورأيت هذه الصخرة؟ لا يفهمون إلا بالصخر، كما قال الله: جابوا الصخرة بالواد، يعني كانوا يقطعون الصخر بالواد. قالوا له: رأيت إلى هذه الصخرة؟ أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة. ماذا تقولون يا ناس، يا قوم؟ ناقة من صخرة؟ قالوا: نعم، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، ولونها كذا، صفتها كذا، شكلها كذا، عمرها كذا، بل في بطنها جنين. نريد ناقة في بطنها جنين في الشهر العاشر عشراء، وإلا لن نؤمن. قال: يا قوم، رأيتم إن فعلت هذا أتؤمنون؟ قالوا: نعم، نؤمن بك وبدينك يا صالح، عهود ومواثيق. قالوا له: فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فذهب صالح عليه السلام يصلي ويدعو ربه جل وعلا، اللهم يدعو ربه
ويتضرع إليه ويتوسل إليه، فجأة والناس ينظرون والملأ مجتمعون والناس يترقبون ما الذي سوف يحصل. تحدوا نبي الله صالح الآن، من الآن الصادق، هؤلاء الناس أم هذا الرجل الذي يقول أنه نبي؟ فجأة فإذا صخرة عظيمة في الجبل تتكسر تتشقق، والناس يندهشون والناس ينظرون ما الذي حدث، ما الذي جرى؟ وإذا الصخرة تنفلق، وإذا من وسط الصخرة تخرج ناقة عظيمة، ناقة كما وصفوها باللون الذي وصفوه والعمر الذي وصفوه، وفي بطنها جنين، خرجت ناقة ما أعظمها. قال يا قوم هذه ناقة الله، هذه ناقة لكن ليست كأي ناقة، هذه ناقة الله عز وجل، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. يا قوم هذه ناقة التي طلبتموها، هذه الآية البينة التي أردتموها، أتينا ثمود الناقة مبصرة، رأوها بأعينهم، منهم من آمن منهم من أصر على كفره وعناده ونقضوا العهد والميثاق واستكبروا على شرع الله، قالوا هذا سحر، أنت سحرتنا، والناقة مبصرة الناس يرونها. واختبرهم نبي الله، قال لهم هذه الناقة سوف تشرب من مائكم يوما كاملا، لا تقتربوا من الماء في ذلك اليوم الذي تشرب منه، فقط تشربون من لبنها أنتم، في اليوم الثاني هي لا تشرب، أنتم تشربون من الماء، الماء لكم يوم ولها يوم، وفي اليوم الذي لا تشربون فيه من الماء تشربون من لبنها. هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. جعل الله عز وجل الناقة اختبار لقوم صالح، اختبار لثمود، هل يصبرون على طاعة الله؟ هل يصدقون نبي الله؟ هل يؤمنون بهذه الآية أم لا؟ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. اصطبر، لم يقل اصبر، قال اصطبر، يعني الصبر طويل، اصبر عليهم، فإنهم لن يصبروا ولن يتحملوا هذه الآية ولن يصبروا على طاعة الله عز وجل. فإن بعض الناس والعياذ بالله قد يتحدى ويطلب المعجزات، فإذا رأى الآية لا يؤمن، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. بعض الناس لو رأى عباد الله المجاهدين يقاتلون في سبيل الله قلة مستضعفون ينصرهم من رب جل وعلا بالمعجزات والآيات، لو يرى هذا ومع هذا لا يؤمن، يرى آيات الله عز وجل الكونية وآيات الله عز وجل الشرعية ومع هذا طمس الله على قلبه لا يؤمن ولا يتقي الله عز وجل ولا يرجع. مرت الأيام والمستكبرون قد ملئوا حقدا وغيظا على نبي الله صالح عليه السلام، يختبرون بناقة، ناقة لا نستطيع عليها. وكانت هناك امرأة تسمى صدوق، هذه المرأة كافرة فاجرة، زوجها أسلم فتركها، أسلم وآمن بصالح عليه السلام فتركها، هجرها، فحقدت على من؟ على نبي الله صالح، فنادت ابن عمها يسمى مصرع، قالت له أعطيك ما تشاء مني بشرط أن تقتل هذه الناقة. وجاءت امرأة أخرى عجوز تسمى عنيزة، عرضت، وكانت تملك 4 بنات من أجمل البنات النساء الفتيات، فعرضت بناتها 4 على من يقتل هذه الناقة، كيد النساء. فجاء رجل اسمه قدار ابن سالف، تجمع مع مصرع وندبوا 7 من الرجال فصاروا 9 يريدون قتل من؟ قتل ماذا؟ قتل الناقة. آية الله التي قال الله عز وجل على لسان صالح، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ومع هذا لم يأبهوا بهذا، تجمعت 9 والناس يعلمون أن هؤلاء 9 سوف يفعلون هذا الفعل العظيم وهذه الجريمة الكبرى، فتجمعوا على الناقة وكانت تركب الجبال، تجلس عند الجبال هذه الناقة وقد ولدت جنينها
ناقة الله مع جنينها كانت تمكث في كانت الجبال تنزل تشرب من الماء ثم ترقى الجبل وكانت عظيمة في مظهرها. فتجمع عليها القوم التسعة فرموها بسهم فأصيبت فهربت وهرعت وفرت فجاءها قدار فقبض عليها فشد عليها بالسيف فسقطت وعقرها فرغت رغاء عظيما سمعه كل من حولها رغت رغاء تحذر ولدها تحذر فصيلها تحذر جنينها فهرب جنينها إلى رأس الجبل. أما قدار فشد عليها بالسيف ثم نحرها فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ثم ركضوا خلف من؟ خلف جنينها وهو يهرب إلى رأس الجبل فقبضوا عليه فحزوا رأسه وطعنوه وقتلوه. الناس لما سمعوا بالخبر جاءوا يهرعون إلى من؟ إلى الناقة ينظرون إليها ينزف الدم منها يقال أنهم قطعوها وأخذوا يأكلون منها يضحكون ويمرحون ويفرحون هذه التي يسميها صالح آية الله قتلناها وذبحناها ونحرناها فلم يحصل لنا شيء يتضاحكون ويتسامرون. فسمع صالح بالخبر فجاءهم مسرعا فرآها صالح عليه السلام فدمعت عيناه يا قوم ماذا صنعتم قتلتم ناقة الله يا قوم ماذا فعلتم لما تجرأتم على آية الله لما صنعتم هذا. خاف صالح عليه السلام على قومه وإذا بهم يتحدونه فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا يلا خلينا نشوف العذاب لنرى عذاب الله عز وجل الذي تزعم يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. قال لهم يا قوم لكم أن تمكثوا في الأرض وتعيشوا فيها وتتمتعوا بها 3 أيام فقط. فتوقف القوم هل صالح صادق بهذا الكلام؟ قال وفي اليوم الأول سوف تصفر وجوهكم في اليوم الثاني تحمر في اليوم الثالث تسود وسوف ترون ما أقول لكم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. وأمس الناس يتناقلون الكلام صالح يهددنا بالقتل صالح الآن يتجرأ ويهددنا جميعا أننا سوف نموت وسوف نقتل ونعيش فقط 3 أيام كما قتلنا الناقة وجنينها نقتل صالح ونستريح نقتل هذا الذي يزعم أنه نبي. فجاء 9 الذين قتلوا الناقة تقاسموا وأقسم بعضهم لبعض أنهم يقتلون صالح في الليل ويقتلون أهله معه ثم إذا جاء الصباح يقولون لأهله ولأقربائه ما فعلنا شيء وما ندري عن شيء وما رأينا شيئا. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فإذا بهم يتجمعون في الليل 9 يريدون قتل صالح. فلما اقتربوا من بيت صالح عليه السلام نزلت عليهم حجارة من السماء كل واحد نزلت عليه حجارة فرضخت رأسه وقتل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. طيب 9 هم الذين أجرموا لما دمر الله عز وجل بعد هذا القرية كلها؟ لأنهم سكتوا رضوا وفرحوا واستبشروا بهذا فكان الدمار عليهم جميعا. في الصباح رأى الناس 9 قد رضخت رؤوسهم وإذا بهم يصبحون قد اصفرت وجوههم
هذا الذي وعدكم به صالح قد مضى يوم من الأجل. ثم في اليوم الثاني احمرت وجوههم وهم يقولون, يقول بعضهم لبعض, قد مضى يومان من الأجل. ثم جاء اليوم الثالث وهم يقولون لم يبقى شيء من الأجل, سودت وجوههم. ثم لما جاء المساء تكفنوا وتحنطوا وتأهبوا وحفروا قبورهم وقعدوا ينتظرون العذاب من الله عز وجل. ما الذي سوف يحصل؟ ما الذي سوف يجري؟ مضى 3 أيام وصالح عليه السلام بين لهم أن هذه 3 أيام متاعكم في هذه الدنيا, بعدها لن تعيشوا, سوف ينزل عليكم عذاب الله عز وجل. وفي صبيحة اليوم الرابع إذا بهم أول ما طلع الفجر يسمعون صيحة من فوقهم, صيحة خلعت قلوبهم من أجسادهم ورجفة من أسفل منهم, إن الواحد منهم لم يستطع أن يقوم من مجلسه. جاءهم العذاب, فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. كأنك تمر عليهم لم يعش في هذه البلاد أحد, اللعنة قد نزلت عليهم. بل حتى في هذه الأيام من مر على الديار, ولا أنصح أحدا بزيارتها, من مر على الديار يقول كأن هناك لعنة قد مكثت في هذه الديار. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. نزل عليهم العذاب من فوقهم ومن أسفل منهم, إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. نعم نزل العذاب عليهم من فوقهم ومن أسفل منهم, وكانت هناك جارية مقعدة, لكن لما سمعت بالعذاب هربت وركبت خرجت من ديارها, فنزلت عند أقرب قرية من القرى عند العرب, فنزلت عندهم تخبرهم بالذي جرى بالذي حصل وكيف نزل عليهم العذاب لما كفروا لما جحدوا لما وعدهم صالح 3 أيام فنزل العذاب وكيف حصل للناس وماذا جرى. فعطوها الماء لتشرب, كانت متعبة, قصت عليهم القصة, فلما شربت من الماء ماتت من فورها. كأن الله عز وجل يريد أن الناس يسمعون بالذي حصل لقوم صالح. فإذا بصالح عليه السلام بعد أن أهلكهم الله عز وجل رجع إلى قريته فرأى الناس صرعى قتلى كلهم ميتون لم يبق فيهم أثر, فتولى عنهم, تركهم وذهب, وقال يا قوم. تقول يكلم أمواتا؟ لا, هم يسمعون, نعم أموات, لكن الله عز وجل يسمعهم كلام صالح ليقرعهم. وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. يسمعهم الرب جل وعلا كلام صالح عليه السلام. نعم ذكرتكم, أمرتكم بعبادة الله بتوحيد الله, نهيتكم عن الشرك, نهيتكم عن الذنوب والمعاصي, ولكن لا تحبون الناصحين. رأيتم الآيات, رأيتم البينات, ومع هذا أصررتم وعاندتم وكفرتم. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. مر النبي عليه الصلاة والسلام مر على الحجر, فلما علم أنها مدائن صالح والصحابة قد استسقوا من الماء وطبخوا طعامهم, أمره النبي أن يقوموا من مكانهم وأن يهرقوا القدور
ويرموا الطعام يطعمها الإبل، يعلف الإبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سئل قال إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. أيها الداعي إلى الله، أيها الداعي إلى هذا الدين، أصبر وتحمل. نعم ربما يطول العذاب، ربما يشتد البلاء، ربما يكثرون عليك من البلاء والشقاء، أصبر فإن نصر الله عز وجل قريب. سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مرت الأيام ومرت السنون وانتشر الشرك مرة أخرى في هذه الأرض، إن الشيطان حريص أن يجلو الناس ويبعدهم عن دين الله عز وجل، أن يصرفهم عن التوحيد وعن الإيمان، أن يوقعهم بالشرك والضلال، الشيطان حريص على كل هذا. ثم وقع الناس بالشرك، فإذا بإبراهيم عليه السلام نبي من أنبياء الله يبعثه الله عز وجل للعالمين نبيا ورسولا أحبه الرب جل وعلا، ماذا فعل إبراهيم مع قومه؟ كيف جابها وواجه أباه؟ وكيف دعاه إلى الله عز وجل؟ ماذا فعل لآلهة قومه وكيف حاكموه؟ ماذا حصل له لما رمي في النار؟ ثم ماذا صنع مع قومه ومع ملكهم ذلك النمرود الكافر الظالم؟ ثم إلى أي مكان هاجر إبراهيم عليه السلام؟ وكيف رزقه الله عز وجل الولد؟ ولما جعل زوجه في مكة؟ كل هذا موعدنا في الدرس المقبل إن شاء الله، حتى نلقاكم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل مع هذه السلسلة من قصص الأنبياء، وانتهينا في الحلقة الماضية من أنبياء الله عز وجل عليهم السلام. تكلمنا عن آدم عليه السلام، ثم إدريس، ثم تكلمنا عن نوح وما حصل له مع الطوفان، ثم تكلمنا عن هود عليه السلام وكذلك صالح، وأخبرناكم أننا اليوم سوف نتكلم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. انتشر الشرك مرة أخرى، وننتقل من الشمال الغربي للجزيرة العربية إلى بلاد الرافدين، إلى بلاد العراق، إلى البلاد التي نشأ فيها إبراهيم عليه السلام. في بابل في تلك الحضارة انتشر الشرك، وانتشرت عبادة الأصنام، والناس بدأوا يعبدون الكواكب والأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. فبعث الله عز وجل إليهم خليله وصفيه إبراهيم عليه السلام، وهو من أبناء سام ابن نوح، كما ذكرنا لكم أن الله عز وجل قطع الذرية بعد الطوفان إلا ذرية نوح عليه السلام، فكل الناس أبناء نوح عليه السلام وكذلك أبناء آدم عليه السلام. اصطفى الله عز وجل البشر بآدم، خلق آدم أول البشر وأبو البشر، ثم اصطفاه مرة أخرى بنوح عليه السلام، فالذرية كلها من نوح. ثم اصطفى الأنبياء مرة ثالثة فجعلهم في ذرية إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. ولد ببابل، نشأ وترعرع ورأى الناس يعبدون الأصنام، يعبدون الكواكب، يعبدون الأوثان، فجاء لأبيه يوما فقال له يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إنما أنت تعبد صنم لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي وانظروا إلى الأسلوب المؤدب من إبراهيم عليه السلام، كيف يدعو أباه إلى الله عز وجل، يقول يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك
فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هل رأيتم أدبا مثل هذا وخلقا أرفع من هذا؟ في كل جملة يناديه يا أبتي يا أبتي، يعني إنما أنا ابنك أخاف عليك يا أبي. ولكن الأب القاسي، ولكن الأب الكافر يرد على ابنه بأسلوب آخر، بقسوة وشدة وغلظة. قال يا إبراهيم، لئن لم تنتهي، إذا لم تكف عن نهيك لي عن عبادة الأصنام لأرجمنك، أرميك بالحجارة حتى تموت. ثم طرده من البيت، فقال له أحجرني مليا، لا تقربني مدة طويلة من الزمن، أخرج أغرب عن وجهي. طرده من بيته. فرد إبراهيم عليه السلام لما رأى هذه الجفوة وهذه القسوة، كيف رد عليه إبراهيم؟ قال سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. سوف أستغفر لك الله عز وجل وأظل أدعو لك حتى يهديك الله عز وجل. فلما علم إبراهيم عليه السلام أن أباه لن يؤمن ولن يدخل في الإسلام، وكان كأنه وعده سوف أؤمن، فاستغفر له. فلما علم أنه عدو لله تبرأ منه، تبرأ إبراهيم عليه السلام من أبيه، فهو أبو الأنبياء وهو إمام الموحدين، بل هو أمة قانت لله عز وجل. جاء إلى قومه فسألهم وهم يعبدون هذه الأصنام، وكان شابا صغيرا وكان فتى يافعا. قال لأبيه وخاطب قومه فقال لهم ما هذه التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فردوا عليه وقالوا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. سبحان الله، انظر إلى ضلالهم وزيغهم وفجورهم وكفرهم. إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا حال كثير من الناس، لما تأمره بعبادة الله وتوحيده وتنهاه عن الشرك والبدع والخرافات يقولون وجدنا آباءنا، وجدنا أجدادنا، وجدنا الناس يعملون عمل ونحن على طريقتهم، لن نغير شيئا. فقال لهم إبراهيم وهو شاب، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. انظروا للقوة، انظروا للصراحة، انظروا للصدق. قال أنتم وآباؤكم كنتم على ضلال، يعني تتبعون أناس على ضلال. فقالوا له، كأنهم غضبوا من كلامه هذا، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ إنك تتجرأ على آلهتنا وعلى آبائنا، فهل أنت تلعب أو أنت صادق فيما تقول؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. انظروا إلى السماوات، انظروا إلى الأرض، انظروا إلى ما بينهما، من الذي خلقها؟ من الذي خلق هذا كله؟ وبعد هذا تعبدون أصنام، تعبدون تماثيل، تعبدون أنصاب؟ سبحان الله، أي ظلم هذا الذي تفعلون؟ غضبوا منه، فإذا به يتحداهم ويقول لهم وتالله لأكيدن أصنامكم، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا، بعد أن تولوا مدبرين. وإذا بإبراهيم عليه السلام ينظر في النجوم، يعد ويحسب الحساب، يتأكد في أي يوم سوف يخرج الناس ليوم العيد، يخرجون من المدينة كلهم، لا يبقى أحد، يوم عيد لهم. يحسب في النجوم وينظر ويحسب الأيام ويعدها، فعلم متى سوف يخرجون، فتظاهر وأخبرهم بأنه سقيم، بأنه مريض،
لا يستطيع أن يخرج معهم. وهذه وإن كانت كذبة فهي في الظاهر كذبة لكنها حقيقة وصدق. فإبراهيم عليه السلام مريض فيه هم وحزن وغم على ما يفعله قومه، مريض نفسيا ليس جسديا. وهذه من المعاريض التي تعرض بها إبراهيم عليه السلام لقومه، فقال لهم إني سقيم إني مريض، كذبة في ظاهرها لكنها صدق في الحقيقة. قال إني سقيم لن أستطيع الخروج معكم. وقال لهم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فإذا بهم يذهبون وقد وضعوا الطعام والأكل وكل ما يملكون من أفخم وأفضل أنواع الطعام وضعوه عند الأصنام، عند الآلهة، عند التماثيل. فخرج الناس ولم يبق إلا هو في المدينة، فنظر إلى هذه الأصنام، راغ إلى آلهتهم مسرعا متخفيا. فلما جاء عندها قال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تردون علي، ما لكم لا تأكلون الطعام. هو يعلم أنها لا تتكلم، هو يعلم أنها لا تأكل، ولكن على سبيل التهكم والإزدراء. فإذا به يأخذ الفأس بيده ويضربها باليمين بيده اليمنى، فراغ عليهم ضربا باليمين فجعلهم جذاذا، حطمها وكسرها جميعا، ووضع القدوم الفأس في الكبير الصنم الكبير، وانتظر الناس يرجعون. ماذا فعل في الأصنام؟ فتتها، جعلهم جذاذا، فتتها كلها وحطمها. فلما رجع القوم فرحين مستبشرين، نظروا إلى الآلهة، نظروا إلى الأصنام، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ آلهتهم أصنامهم كلها محطمة، كلها مفتتة، لم يبق فيها صنم، لم يبق فيها وثن. قالوا انظروا إلى جنونهم، انظروا إلى الحماقة التي يتصفون بها. آلهة محطمة، آلهة تعبد من دون الله مفتتة مكسرة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. لو كان عندهم مسكة من عقل لعلموا أنه لا يمكن أن تكون آلهة ومفتتة، وإذا كان هناك من يستطيع تفتيتها وتحطيمها لما لا يعبدونه هو أيضا، هو أقوى من هذه الآلهة وأقوى من هذه الأصنام، لكنه الغباء وهذا هو الجهل، وهم لا يعلمون أن الله عز وجل وحده هو القوي وهو القاهر فوق عباده، هو خالق كل شيء جل وعلا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. فقال بعض الناس نعم نعم إنه فتى لم يخرج معنا في العيد، لم نره معنا يحتفل معنا، كان دائما يسب الأصنام ويسب الآلهة، اسمه يقال له، يقال له إبراهيم، يسمون الناس إبراهيم. انظروا يحتقرون هذا الفتى وهم لا يعلمون أنه خليل الله. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ائتوا به لنحاكمه أمام الناس ليشهد الناس جريمته النكراء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جروه من بيته وهو فتى صغير، قالوا عمره أقل من 20 سنة، وجيء به أمام الناس ووضعوه على منصة الاتهام. سبحان الله، إبراهيم عليه السلام متهم. فسألوه وهم خير من بعض الفجرة، من بعض الطواغيت في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، على الأقل سمحوا له بالدفاع عن نفسه أمام الناس، على الأقل سألوه لما فعلت هذا. أما طواغيت هذا الزمن فبعضهم والعياذ بالله لا يسمح لك حتى بالدفاع عن نفسك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فرد عليهم يزدريهم، قال بل فعله كبيرهم هذا. أما ترون القدوم؟ أما ترون الفأس عند الكبير الصنم الكبير؟ لما ذهبتم قام هذا الصنم الكبير وأخذ يحطم الأصنام الباقية وأخذ يكسرها، هذا الذي فعله هذا الكبير. فاسألوهم، اسألوا الفتات، سألوا الحطام، سألوهم من الذي صنع هذا بكم إن كانوا ينطقون. فتجمعوا وتشاوروا فقالوا إنكم أنتم الظالمون،
ألا تعلمون ماذا يعني إبراهيم؟ يعني إبراهيم أن هذه الآلهة لا تتكلم لا تنطق، وأن هذا الصنم وإن كان على حاله فإنه أيضا لا ينطق ولا يتكلم. كيف تعبدون آلهة لا تنطق ولا تتكلم ولا تدافع عن نفسها؟ علموا حقيقة الأمر، رجعوا إلى فطرهم، لكنهم فجأة انقلبوا ونكسوا على رؤوسهم وعادوا إلى الفتنة مرة أخرى. ثم نكسوا على رؤوسهم فقالوا لإبراهيم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم، والناس والشهود والحضور والجمع الكبير ينظرون للمحاكمة وللمناظرة. قالوا أنت تعلم يا إبراهيم أن الأصنام ما تتكلم، كيف نسألها؟ فرد عليهم إبراهيم المتهم، رد عليهم إبراهيم عليه السلام بكل قوة وبكل جرأة، كأنه صار الآن هو القاضي، صار هو الحكم. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أفل لكم، يقول للناس أفل لكم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فصمت الناس وسكتوا. يقول لهم أفل لكم ولما تعبدون، هذا الذي تفعلونه هذا باطل، ماذا تفعلون؟ ألا تعقلون؟ ما عندكم عقل؟ سكتوا، علموا أنهم لا يستطيعون على إبراهيم بالحجة وبالمناظرة. بدأوا الآن بالتحديد، قالوا حرقوه، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ما في إلا النار، نحرقك يا إبراهيم نصرة لهذه الآلهة. وهذه سنة الطواغيت، سنة الظلمة، ما يستطيعون بالحجة، يلجؤون إلى التعذيب، إلى الحرق بالنار، إلى السجن، إلى الضرب، إلى التهديد، إلى كل هذه الوسائل، حجة الضعيف ومنطق الضعيف. فجمعوا نارا عظيمة لإبراهيم، حطب، يجمعون الحطب قيل شهر كامل، حتى أن المرأة إذا مرضت تنذر للآلهة أنها إذا شفيت تجمع الحطب لحرق إبراهيم. النساء والرجال كل الناس يجمعون الحطب، فجمعوا حطبا كبيرا وكثيرا فأشعلوا النار، فصارت نارا عظيمة، أججوا له بنيانا من النار، حتى إن الطير يمر فوق النار فيسقط من شدة حرها. ولم يستطيعوا أن يرموا إبراهيم فربطوه بالمنجنيق، والناس يشهدون والناس يتجمعون لحرق إبراهيم الذي فتت الأصنام، وكان شابا فتى صغيرا فربطوه بالمنجنيق ليرموه. فجاءه جبريل عليه السلام، قال يا إبراهيم ولك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والناس ينظرون، فرمي إبراهيم في النار. قلنا يا نار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سقط إبراهيم في النار والناس مندهشون، ما الذي جرى؟ أحرقت النار وثاق إبراهيم، الحبل الذي كان مربوطا به، ثم نفض الغبار عن نفسه، ثم أخذ يذكر ربه ويصلي في النار، والناس مندهشون، هذا الذي نراه سحرا أم حقيقة؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ أما أبو إبراهيم وكان كافرا آزر، أما أبو إبراهيم فقال نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك يا إبراهيم، أفضل كلمة قالها أبوه. أما أمه فنظرت إلى ابنها، أم إبراهيم فنظرت إلى ابنها فقالت له يا بني، يا بني إني أريد أن أجيء إليك، فادع الله لئلا تحرقني النار. فدعا الله لها، فدخلت أمه فاعتنقته وقبلته، ثم رجعت، وظل إبراهيم 40 أو 50 يوم وهو في النار متنعما متلذذا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وكانت الحيوانات كلها تطفئ النار عن إبراهيم عليه السلام إلا الوزغ، إلا الوزغ الفويسق، هذا
هذه الدابة الخبيثة التي أمرنا بقتلها، كان ينفخ يؤجج النار على إبراهيم، يؤجج النار على إبراهيم، ثم خرج إبراهيم عليه السلام من النار معافا لم تصبه النار أبدا. سمع به الملك النمرود ملك بابل، سمع بالذي حدث لإبراهيم، قال نادوه لي أريد أن أناظره، وكان يدعي الربوبية هذا الملك. فلما جاء إبراهيم سأله الملك، قال يا إبراهيم سمعنا أن النار لم تحرقك، فما هي صفات ربك؟ من هو ربك؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. فضحك الملك وقال أنا أيضا أحيي وأميت. قال كيف ذلك؟ فنادى رجلين قد حكم بالإعدام، حكم عليهما بالإعدام، قال أما هذا فقد عفوت عنه أحييته، وأما هذا فقد أعدمته أن أصر على قتله فقتلته، انظر كيف أحيي وأميت. هذا رجل غبي جاهل، لا يستحق أن يناقشه إبراهيم في هذا المنطق، لأنه منطق أعوج، يريد شغبا، يريد سفاهة. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق، ربي يسير الكون ويأتي بالشمس كل يوم من المشرق، فإن كنت ربا فأتي بها من المغرب، غير مسار الشمس إن كنت تستطيع. فبهت الذي كفر، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. خرج إبراهيم عليه السلام لما دعا قومه لم يؤمنوا به، لم يستجيبوا إليه، أوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر، فهاجر مع لوط، لوط ابن أخيه هو الوحيد الذي آمن به، وزوجته سارة، خرج مهاجرا، وهذه سنة الأنبياء، إن لم يؤمن الناس بهم هاجروا إلى بلاد أخرى، يدعونهم إلى الله عز وجل، يسيحون في الأرض يبلغون دين الله جل وعلا. فتوجه إلى الشام، إلى الأرض المباركة، إلى الأرض المقدسة. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فأوحى الله عز وجل إليه أن يهاجر إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هاجر إلى الشام، قيل إلى حران، وقيل إلى بيت المقدس، ثم ارتحل مرة أخرى إلى مصر. لما ارتحل الله أعلم، يقولون مجاعة أصابت الشام، فخرج مهاجرا مع زوجته سارة إلى مصر، وقيل ذهب يدعو إلى الله ويبلغ دين الله عز وجل، العلم عند الله. فلما خرج وذهب إلى مصر كان هناك جبار من الجبابرة، إذا سمع أن رجلا قد تزوج امرأة أخذها ظلما وعنوة، يفعل الفواحش بالنساء والعياذ بالله، رجل خبيث جبار. فقال إبراهيم يخاطب زوجته سارة، قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا الرجل رجل أرسله الملك الجبار، أحد جنود هذا الملك أتى إلى إبراهيم يسأله عن هذه المرأة من هي، وكانت سارة جميلة عليها السلام. فقال لها إبراهيم وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني، وهو صادق، صادق، هذه من الكذبات في ظاهرها كذبة لكنها صدق في الحقيقة، من المعارض تورئة. قال إبراهيم أنك أختي، نعم هي أخته في الإسلام، أخته في الدين، قال فلا تكذبيني. فأخذها الجنود عنوة وذهبوا بها إلى الملك. وإبراهيم عليه السلام في ذلك الزمان لم يرزقه الله عز وجل بالولد، من عنده في الأرض غير سارة زوجته المؤمنة الصالحة؟ فأخذها الملك ودخل عليها في غرفة، فإذا بها تدعو الله وتصلي، وإبراهيم في ذلك الوقت يصلي ويدعو الله عز وجل أن ينجي زوجته، لم يستطع أن يمنع الجنود عنها، أخذت عنوة وأدخلت على الملك. فدخل الملك عليها وأخذت تدعو الله وتستغيث بالله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. فلما أراد الملك يقترب منها أخذ فأصيب بالشلل، شلت يده، وقيل شلت رجله، فسقط على الأرض. فإذا به يقول يتوسل إلى سارة، يقول ادعي الله لي، ادعي الله لي ولا أضرك أبدا. فدعت الله له أن ينجيه، قالت ربما يموت،
ثم يقول الناس أنني قتلته، فدعت الله له فنجي شوفي، فرجع كما كان، فاقترب منها مرة أخرى يريد أذاها، فدعت الله عز وجل وسقط، أخذ شلت يده، فيقول ادعي الله لي ولا أضرك أبدا، فدعت الله له، فأتاها مرة ثالثة يريد أن يضرها يؤذيها، فدعت الله عز وجل فأخذ، فطلب منها المرة الثالثة أن تدعو الله له، فدعت الله له، ثم لما شفي وعوفي نادى خدمه وحشمه وجنوده، قال خذوها فإنها ليست بإنسان، إنها شيطانه، إنها شيطانه، خذوها. وأخدمها هاجر، أعطاها إحدى جواريه هاجر عليها السلام، أعطاها خادمة تخدمها، فدخلت سارة معها هاجر، رجعت إلى إبراهيم فدخلت عليه فإذا هو يصلي، فأشار بيده مهيم، يعني ما الخبر؟ فقالت سارة رد الله كيد الكافر في نحره، رد الله كيد الكافر في نحره، وأخدمنا هاجر، أي أعطانا هاجر تخدمنا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله عز وجل يحفظ عباده، احفظ الله يحفظك. ثم رجع إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس، معه سارة ومعه هاجر، فلما رجع إلى بيت المقدس أمر لوط عليه السلام أن يذهب إلى مدينة خبيثة، مدينة كافرة انتشرت فيهم الفواحش، مدينة سدوم، كفار فجار، أمر إبراهيم لوطا أن يذهب إليهم يدعوهم إلى الله عز وجل. أما سارة فقد علمت أن إبراهيم يريد الولد ويشتاق إلى الولد، فقالت له ادخل على أمتي هذه، ادخل على هاجر، ادخل على هاجر، لعل الله أن يرزقك منها الولد. فجاءها إبراهيم عليه السلام فحملت، فولدت له طفلا جميلا سماه إسماعيل. إسماعيل الولد البكر لإبراهيم، أول ولد بعد 86 عاما يرزق إبراهيم الولد. فغارت سارة فقالت له خذها إلى أي مكان بعيد عني، فأوحى الله عز وجل إليه أن يذهب بها إلى بيت الله الحرام، إلى مكة، ولم تكن الكعبة قد بنيت في ذلك الزمان. جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنه إسماعيل الرضيع، فوضعهما في واد غير ذي زرع، بين جبال، بين تلك الشعاب في مكة، لم يكن فيها ماء ولا إنس ولا وحش ولا طير. وضعهما معهما جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، فنظرت أم إسماعيل أن يذهب إبراهيم، ترك الطفل الرضيع وأمه وذهب باتجاه بيت المقدس، فنادته فقالت له يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يرد عليها، يا إبراهيم لمن تتركنا، فلم يرد عليها. فقالت له وهي تتبعه، قالت له الله أمرك بهذا؟ فالتفت وقال لها نعم أمرني ربي، أمرني ربي. قالت إذن فاذهب فلن يضيعنا الله، اذهب فلن يضيعنا الله. فرجعت إلى رضيعها ترضعه، فتوجه إلى مرتفع من الأرض، فرفع إبراهيم يديه إلى السماء وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فغاب إبراهيم وذهب، بقيت أم إسماعيل أياما تطعم طفلها ورضيعها من لبنها، تأكل التمر وتشرب الماء، فنفد الماء وفني التمر، فجاع الطفل، جف الضرع، ليس هناك لبن، ليس هناك طعام، ليس هناك شراب، ماذا تصنع، ماذا تفعل؟ أين النصر من الله عز وجل؟ هي عندها عقيدة ويقين أن الله لن يضيعها. رقت على الصفا، ارتفعت على مرتفع من الأرض يسمى الصفا، تنادي ألا هل من مغيث، ألا هل من مجيب، لا أحد يجيبها، واد لا حياة فيه. فركضت وسعت إلى المروح، صعدت على المروة تنادي ألا هل من مغيث، ألا هل من مجيب، لا أحد يجيبها، 7 أشواط، وهذه سنة صارت بعدهم. ثم ارتقت على المروة في الشوط 7 فإذا بها تسمع صوتا، فقالت لنفسها صهن، أي اسكتي،
صمتي، أين الصوت؟ قالت إن كنت مغيثا فأجبني، إن كنت معينا فأجبني. فنظرت إلى طفلها فإذا رجل عنده كأنه رجل مخلوق، فركضت إلى طفلها فإذا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه الأرض، فإذا بماء زمزم لأول مرة ينبع من الأرض يخرج من الأرض. فركضت أم إسماعيل الماء تجمعه، رحم الله أم إسماعيل، رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، لكانت نهرا يجري، ولكنه قلب الأم على ولدها. فأخذت تشرب الماء وتشرب رضيعها، فقال لها جبريل لا تخافي يا أم إسماعيل، لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه، يبنيه هذا الغلام الرضيع وأبوه. وإذا بعد أيام، وإذا بجرهم قبيلة من العرب تمر في الطريق، فترى طائرا عائق أن يحوم حول هذا الوادي، وهم يعرفون هذا الوادي ليس فيه ماء، فذهبوا باتجاه الطير، فنزلوا فإذا بهم يرون هاجر وإسماعيل وعندهما ماء، فقالوا يستأذنون أم إسماعيل أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، وكانت تحب الأنس، تحب أن ينزل عندها أناس، فجلسوا عندها واستقروا عندها. ولما كبر إسماعيل تزوج منهم، تعلم إسماعيل عليه السلام العربية فصار من أفصح الناس باللغة العربية. تمر الأيام وكان إبراهيم عليه السلام يتردد عليهم من فلسطين إلى الحجاز إلى مكة بين سارة وبين هاجر. يوم من الأيام جاء إلى مكة إبراهيم عليه السلام فنام عندهم، فلما استيقظ من نومه رأى رؤيا، في المنام رأى رؤيا، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، لا يتمثل الشيطان لهم، ورؤيا الأنبياء من أنواع الوحي. فجاء إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل، وكان بدأ يمشي وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه. وتخيلوا هذا الابن الوحيد الذي جاءه بعد طول سنين من الانتظار، الآن جاءه هذا الابن، فقال له إبراهيم عليه السلام يا بني، يا بني إني أرى في المنام، انظروا للمفاجأة، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الله أكبر. أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، ابنه الوحيد الذي انتظره طوال تلك السنين. كبر الابن وبدأ يسعى مع أبيه ويعينه، الآن أمر إبراهيم أن يذبح ابنه. إبراهيم ضحى بنفسه، إبراهيم ضحى بكل ما يملك، الآن يملك هذا الطفل الذي شب وترعرع في رعاية أبيه، الآن يأمره الرب أن يضحي به. ضحى إبراهيم بكل شيء، ما بقي إلا الابن ليضحي به إبراهيم. قال يا بني ماذا ترى؟ ما رأيك بهذا الأمر؟ انظروا للابن الصابر، الابن المؤمن، الابن الصادق. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الآن بعض الآباء إذا أراد ابنه أن يذهب إلى الجهاد تلكى، قال يا بني أنت مجنون، أحد يذهب إلى الجهاد في هذه الأيام؟ وإبراهيم يؤمر بذبح ابنه بنفسه بيده ويستجيب لله. والأغرب أن ابنه يقول له افعل ما تؤمر، لم يقل له أنت مخير، بل قال له افعل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هل الأمر كلام؟ لا، حقيقة. فإذا بهما يسلمان لله ويستسلمان، وهذا هو الإسلام الحقيقي. فوضع رأسه وجبهته على الصخرة، وإذا به يأتي بالسكين، فيحد السكين ويمرر السكين على رقبة ابنه، يسمي الله. سبحان الله، ما الذي يجري؟ السكين لا يقطع، السكين لا يذبح. يقول له الابن يا أبتي بقوة، يشد عليه بقوة، لكن السكين لا يقطع، مرة ومرتين وثلاث. وإذا بإبراهيم يسمع نداء من السماء، فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا،
إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. أعظم بلاء وأعظم اختبار ينظر إبراهيم من الذي يناديه؟ إنه الله عز وجل. ما الذي حصل؟ نزل كبش من السماء، كبش كما قيل أبيض أعين أقرن عظيم، وفديناه بذبح عظيم. قام إبراهيم وإسماعيل ماذا يريان؟ يريان كبش ينزل من السماء، فداه الله عز وجل، فدا إسماعيل بهذا الكبش، وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وصار ذبح الأضحية سنة في الأمم من إبراهيم وما بعده. مرت الأيام، إبراهيم عليه السلام ليس عنده إلا إسماعيل، وكان في ليلة من الليالي جالسا مع زوجته سارة في فلسطين، جالسا معها، وكان إبراهيم أبو الضيفان، كان لا يأتي ضيف وغريب في المدينة إلا ويدخل عند إبراهيم، فسمع برجال غرباء فإذا به يستضيفهم إبراهيم عليه السلام، لكن الغريب أنه لم ير عليهم أثر السفر فأنكرهم. قالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، أي الأمر فيه نكارة فيه غرابة، كيف تأتون غرباء ومع هذا لا أثر عليكم من أثر السفر؟ قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. جاء بابن البقر وطعمه لذيذ حنيذ، أي شواه وطبخه، ثم جاء به إليهم وقربه إليهم، فقال لهم ألا تأكلون؟ خاف إبراهيم منهم، لا يأكلون، لا يمدون أيديهم إلى الطعام، وعادة الضيف إذا لم يأكل فإن في الأمر خوف، كأنه يريد شرا. فأوجس منهم خيفة، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نحن لسنا بشرا، نحن ملائكة من عند الرحمن جل وعلا، أرسلنا إلى قوم لوط لنعذب قوم لوط. امرأته كانت تقدم الضيافة وكانت تصنع الضيافة للضيوف، فسمعت هذه المقولة فضحكت، ضحكت فرحا. لما ضحكت سارة؟ لأنها تعلم أن القوم خبثاء، أنهم مشركون، أنهم مجرمون، فضحكت وفرحت أنهم يريدون تعذيبهم. وامرأته قائمة فضحكت، فلما ضحكت قالت الملائكة لسارة، قالت الملائكة لها نبشرك بطفل سوف يأتي إليك اسمه إسحاق، سوف ترينه، بل يكبر هذا الطفل ويتزوج وينجب ولدا آخر، نبيا آخر اسمه يعقوب، ترين الولد وترين الحفيد. فقالت المرأة يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، صاحت صرخت ثم ضربت خدها. فأقبلت امرأته في صرة، صاحت فصكت وجهها، ضربت خدها، وقالت عجوز، وقالت عجوز عقيم. سببان يمنعان الولادة، أولا أنا عجوز كبيرة بالسن، ليس في ولد، لا أستطيع الحمل، ثم قالت عقيم، أنا أصلا لا ألد، أيام الشباب ما كنت ألد، كيف ألد الآن؟ قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. إبراهيم عليه السلام لما هدأ، لما ذهب الخوف عنه، أخذ يجادلهم في قوم لوط، لا تعذبوهم الآن، اصبروا عليهم، ربما يتوبون، ربما يهتدون، لا تهلكونهم الآن. قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك،
وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. أما قصة لوط نرجئها إلى درس قادم وحلقة أخرى. نكمل قصة إبراهيم عليه السلام. أثناء زيارة إبراهيم لمكة يزور ابنه إسماعيل. يوم من الأيام قدم فرأى إسماعيل يبري نبلا، وكان إسماعيل راميا، وكان النبيون عليه الصلاة والسلام يحث الصحابة على التعلم، تعلم الرمي، يقول أرموا بنو فلان فإن أباكم كان راميا، أي إسماعيل عليه السلام، استعدوا للحرب، استعدوا للمعركة. فناداه إبراهيم، فلما رأى أباه عانقه وسلم عليه بعد السفر، قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، أتعينني عليه؟ فقال اصنع ما أمرك ربك به. قال تعينني؟ قال أعينك يا أبي. قال إن الله عز وجل أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، أوحى الله لإبراهيم أن هاهنا يبنى بيت الله عز وجل، الكعبة المشرفة. هل بنيت؟ بناها شيث ابن آدم، ثم هدمت بالطوفان، ثم رفعها مرة أخرى إبراهيم، العلم عند الله عز وجل. المهم أن إبراهيم أخذ يبني البيت، هو وإسماعيل. إسماعيل يأتي بالحجر، وإبراهيم يضع الحجر في مكانه، ويبني إبراهيم البيت، إبراهيم يضع الحجر في مكانه عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت يدعوان الله عز وجل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فلما بقي في البيت حجر، قال إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام، قال اطلب لي حجرا حسنا أضعه هنا. قال يا أبتي تعبت كسلت يا أبي. قال اذهب. فذهب، وتأخر إسماعيل، فجاء جبريل عليه السلام. يروى أن جبريل جاء إبراهيم بالحجر، الحجر الأسود، حجر من الجنة نزل، كان أبيضا وسودته خطايا وذنوب بني آدم، فأعطاه إبراهيم ووضعه إبراهيم في الركن. فلما رجع إسماعيل قال سبحان الله، من أين لك هذا الحجر؟ قلت لي أن أتيك بالحجر، من أين لك هذا؟ قال جاءني به جبريل، جاءني به جبريل. فلما انتهى بناء البيت قال الله عز وجل لإبراهيم، يا إبراهيم أذن. قال أذن في من؟ قال أذن، إنما عليك النداء وعلينا البلاغ. فأسمع الله عز وجل نطفا في أصلاب آبائها وفي أرحام أمهاتها، وها هي الأمم من إبراهيم عليه السلام إلى آخر الزمان تحج إلى بيت الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مرت الأيام، إبراهيم عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل في مكة وفي فلسطين وفي البلاد، يدعو إلى الله جل وعلا. يوم من الأيام طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى. إبراهيم مؤمن بالله عز وجل، ولكن أراد أن يرى ويطمئن القلب أكثر ويزداد الإيمان، والإيمان مراتب والإيمان درجات، وإبراهيم عليه السلام من المؤمنين حقا. فقال الله عز وجل لإبراهيم خذ 4 من الطير ومزقها، قطع الريش والأجنحة واللحم، مزق كل طير تمزيقا، واخلط هذه الطيور 4 خلطا، اخلط الريش باللحم بالدم، وتخيلوا كيف يخلط 4 طيور مع بعضها البعض، قطعها وفتتها، ثم لما جمعها وخلطها قال اجعل على كل جبل، انظر هذه الجبال التي حولك، اجعل على كل جبل جزءا من هذه الطير، من هذا الذي بقي لحم ودم وريش مختلط، جعل هذا الجزء في هذا الجبل، وهذا الجزء على هذا الجبل، وهذا الجزء على هذا الجبل، جبال كثيرة، جزأ هذه الطيور عليها. ثم قال الله عز وجل لإبراهيم نادها، ادعو هذه الطيور. فناداها إبراهيم، الله أكبر، وإذا الريش يتجمع، وإذا اللحم يتجمع، وإذا الدماء تتجمع، وإذا الطيور 4 تطير مرة أخرى. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى، قال بلى لكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إمام الموحدين، خليل الرحمن، جعل الله عز وجل في ذريته النبوة والكتاب. لم يأتي نبي بعد هذا إلا من ذرية إبراهيم. كما اصطفاهم الله بنوح، اصطفى الله عز وجل الأنبياء بإبراهيم مرة أخرى. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وكان من كرامة إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل بعد وفاته جعله مستندا عند كعبة السماء السابعة، لأنه بنى كعبة الأرض، وهناك كعبة في السماء السابعة تسمى البيت المعمور. إبراهيم مستند عند هذه الكعبة، عنده أطفال المؤمنين الذين يتوفون قبل الحلم. رآه النبي عليه السلام، رآه نبينا عليه الصلاة والسلام في المعراج مستندا عند البيت المعمور. وهذه كعبة السماء يحج إليها كل يوم 70,000 ملك يطوفون بها، لا يطوفون بها مرة أخرى. كرامة لإبراهيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان لوحده أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بل أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام أنه وفى بكل أمر أمره الله عز وجل به. ضحى بنفسه، ضحى بماله للضيفان ولطاعة الله وللدعوة إلى الله، ضحى بابنه وتله أراد أن يذبحه لله عز وجل، ضحى بكل شيء يملكه واستجاب لله. وإبراهيم الذي وفى. ولهذا كان حقا لإبراهيم أن يتخذه الله عز وجل خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا وصف البعض الأنبياء، فلما جاء لإبراهيم أراد أن يصفه، كيف وصفه؟ قال: أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، أي أشد الناس شبها به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كم نشتاق إلى الأنبياء، إلى لقائهم، إلى الاجتماع بهم، إلى الجلوس معهم. ألا نشتاق أن نجلس مع آدم أبي البشر، مع نوح، مع هود، مع صالح، مع إدريس، مع إبراهيم أبو الأنبياء. كلما مررنا على قصصهم اعتبرنا وتذكرنا واشتقنا لرؤياهم نجلس معهم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أما في الحلقة المقبلة فلنا حديث مع بعض الأنبياء، مع لوط عليه السلام، مع دعوته لأفجر الأمم وأقبح الأمم وأخبث الأمم. أما شعيب وما أدراك ما شعيب، مع القوم الفجار الذين يطففون الميزان، أهل الغش في التجارات، العلمانية القديمة التي أرسل إليها شعيب عليه السلام. مع حديثنا مع بعض الأنبياء في الحلقة المقبلة نقف عند هذا الحد. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.